بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم، أرجو تكونوا بخير وبصحة وسعادة، ويا رب إن شاء الله تكونوا سامعين بشكل كويس. بسم الله. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام. السلام ورحمة الله. تمام الحمد لله. شكرا لفضلك. ربنا يسعدك ويبارك حضرتك. ربنا يبارك فيك. ربنا يسعدك. يا أهلا وسهلا. ربنا يبارك فيك. شكرا جزيلا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا. ربنا يبارك فيكم في الجميع فردا فردا من اسم الاسم. معرفة سيد الخوات، سيد الخوات التاريخية. شكرا جزيلا. ربنا يبارك فيك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ولكل أهلنا في بلد. الله يحفظكم ويعزكم. شكرا جزيلا. ربنا يبارك. عليكم السلام. ربنا يبارك فيكم يا رب. الصوت واطي قوي، هو صوتي انا اللي واطي، معلش معلش انا هعلي صوتي، خلاص انا هعلي صوتي. ربنا يبارك فيكم يا رب. ربنا يسعدكم. شكرا جدا. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ربنا يبارك فيكم. لا ولا تاريخيه ولا حاجه، انا راجل غلبان. طيب نتوكل على الله كده، ومن المنطلق كلام حضراتكم وتعليقاتكم عن حلقه لورد اوف ذا رينج او مملكه الخواتم، ربنا يسعدكم بشكل جدا. طبعا لورد اوف ذا رينج مليان اسقاطات كتير ممكن نبقى نشير ليها في وقت ما، وبالمناسبه يعني في اسقاطات عن الشخصيات الاعتباريه كلها. يعني ربنا يسعدكم بشكل جدا. ففي وقتها باذن الله يعني ممكن نبقى نتكلم عن الاسقاطات الموجوده في لورد اوف ذا رينج، لان الاسقاطات متداخله جدا ومتشابكه جدا، محتاجه يعني ايه مشرط جراح في فك ال كتير. اتكلمت مع حضراتكم في امر، يعني بما ان انا راجل بقى ايه عايش في جو المسلسلات والافلام، جندلف الصحابي. طيب تمام صح، الله ينور. بما ان انا عايش في جو الافلام والمسلسلات والكرتون وكده، فيعني انا كلمت حضراتكم كتير موجود كله موجود. كلمت حضراتكم كتير في امر مسلسل قيصر وكفر دلهاب والنهايه، وقلت مرات ومرات بان المسلسلات الثلاثه دول، وضفت عليهم طبعا طاقه نور بتاع هاني سلامه والمداح ثلاثة، لكن تحديدا الثلاثة دول القيصر وكفر دلهاب والنهاية بيحملوا رسائل خاصة جدا لحضراتكم، ومزعجين جدا بالنسبة للدجال والماسون ولكل أتباعهم، لأن هم طبعا فاهمين كويس جدا هذه المسلسلات الثلاثة وماذا تعني وماذا تهدف وما هي الرسائل الباطنية في هذه المسلسلات الثلاثة. وأنا بعتبر أن القيصر، مسلسل القيصر يعني، هو اخفهم، هو المسلسل البسيط فيهم، يعني اللي رسايله تعتبر واضحه شويه عن الباقي. كفر دلهاب هو بيتكلم عن مصر، يعني الملخص بتاع كفر دلهاب هو حال مصر. لكن ارجو وانتم وحضراتكم ناويين تراجعوا كفر دلهاب يعني تاخدوا بالكم من بعض النقاط، اهمها ان الطبيب بالاصل عطار، يعني الأصل هو عطار مش طبيب، هو احترف الطب عن طريق العطار. رقم واحد. رقم اثنين، هو غريب عن البلد، مش من أهل البلد المعروفين، دخل البلد في ظروف غريبة شوية بصحبته المساعد بتاعه، وهو شخص تافه وجاهل خمرجي وأمردي ونصاب، ولاؤه كله للطبيب، لأن الطبيب بيوفر له الحماية وبيوفر له الطعام والشراب والمأوى.
اعتمد في الوصول لكافة أهدافه عن طريق تسخيره لعقول النساء، استطاع أن ينفذ لعقول النساء واستطاع أن يوجههم لتنفيذ أغراضه وتنفيذ أهدافه، من الكبيرة وإلى الطفلة الصغيرة اللي في عمر الطفولة استغل الجميع وعرف يوجه الجميع ويحركهم كالدمى في معسكر الشطرنج سواء برغبتهم أو دون أن يدخل. النقطة اللي بعد كده إن هو اعتمد اعتماد رئيسي وأساسي في عمله على نباش القبور، حرامي الأكفان وحرامي الموت. كان في الظهير بتاعه ومن ضمن المعاونين الأول الأم البديلة له وهي الساحرة، يعني السحر كان أحد أدواته. المساعدين الآخرين وهم لاعبي السيرك والمشخصاتية، وهو إسقاط على الإعلام. الإعلام هم كلهم طالعين أقزام، يعني لما نبص في المسلسل في الأدوار بتاعة المشخصاتية ولاعبي السيرك كان ليهم ما بين الأقزام وما بين التافهين ما بين كده، يعني هو ده التركيبه بتاعتهم. فدي اسقاطات مهمه جدا في كفر دلهاب، لابد ان احنا ناخد بالنا منها في اداء الطبيب وفي الدور اللي قام بيه ودور المساعدين بتوعه ومين اللي بيعاونوه وهو بيعتمد على مين بالظبط في شغله. لازم ننتبه كمان المقام المزيف، المقام الذي كان يظن الناس انه مقام لاحد الاولياء، ثم سيكتشف في النهايه أنه مقام مزيف وبه جثة لإحدى العاهرات. في نقطة كمان في الموضوع وهي انتشار الأوبئة والأمراض والكوارث الكوارث التي تبدو طبيعية ولكن في الحقيقة كلها مصطنعة، هو قدر يصنعها عن طريق معرفته بالكيمياء وبعلوم الكيمياء وتركيب العطارة وما شابه، عرف يصنع يعني المواد دي من شأنها انها تؤثر في البيئة المحيطة وتموت الطيور وتموت الماشية وكأن هناك جائحة وكأن هناك كارثة وما شابه. كل ده المسلسل بيتناوله والمسلسل بيناقشه وبيسلط الضوء عليه طبعا بتركيبة درامية شيقة جدا، ساسبنس إلى آخره، تبدو انها قصة فانتازيا او انها قصة خيالية أو إنها حاجة كده من التراث يعني أو من الفلكلور الشعبي أو ما شابه، لكن الحقيقة هي تحمل معاني كثيرة عميقة تخص الواقع الذي نعيشه. النهاية، وهو موضوع حلقتنا النهاردة تحديدا، أو موضوع الإسقاط أو موضوع النقاش وفك بعض رموز هذا المسلسل وبعض ده نور حضراتكم ربنا يسعدكم، وبعض الرسائل الخفية التي جاءت في هذا المسلسل. على كم؟ 22 و 23؟ ايه؟ على 23، ايوه انا عارف. ماشي. طيب الله المستعان، بس كمل بس عم زياد بالله عليك. ما تفصلنيش عن الكلام. تمام ماشي، خلينا بس نكمل. مسلسل النهاية، ومن الحلقة الأولى قامت الدنيا وما قعدتش، وخرج الكيان في تصريحات رسمية وشبه رسمية، والإعلام بتاعه قام قلب الدنيا على المسلسل وهدم المسلسل بشدة وبشراسة، وخرج أذناب الصهيونية في جسد الأمة العربية وخاصة في مصر يهاجموا المسلسل أو يسخروا منه أو يقللوا منه أو يتفهوا منه أو يعني يحاولوا إن هو يشوشوا على المسلسل أو يشوهوه من أول حلقة. ليه من أول حلقة؟ لأن من أول حلقة بيقول لك أن الكيان سيزول ببغتة من خلال حرب مباغتة ستأخذهم بغتة، وهيهاجروا كلهم لأوروبا في حالة هجرة عكسية إلى بلدانهم الأصلية، وأن القدس سيتم تحريرها في حرب مفاجئة يتم الإعداد لها مسبقا في سرية تامة،
وأن الولايات المتحدة الأمريكية ستفكك وستتفتت إلى دويلات صغيرة، بيسلط الضوء من الحلقة الأولى على أن الدجال يحارب التعليم بكل قوته وبشدة، وأن التعليم عليه قيود ولا يجوز التعليم إلا تحت شروط معينة، ومن يضبط في حالة تعليم سواء متعلم أو معلم خارج نطاق المنظومة بيتم عقابه وحبسه وتوقيع عقوبات عليه وما شابه. حاجة رسالة أخرى، وهي حرب الطاقة وحرب المصادر الطبيعية، واللي من يملك المصادر الطبيعية ويملك الطاقة هو اللي هيحكم العالم. كل ده في الحلقة الأولى، كل ده بنتكلم والحلقة الأولى لسه ما رحناش الحلقة الثانية، كل دي الإسقاطات دي في الحلقة الأولى. تطور الذكاء الاصطناعي بشكل رهيب لدرجة المحاكاة الكاملة لأشخاص بعينهم بشحمهم ولحمهم زي ما بيقولوا، بخداع كامل لآباء وأمهات وزوجات وما شابه. الأمر بيوصل إن الزوج بيخدع في زوجته والزوجة بتخدع في زوجها والأب في ابنه وما شابه. فالأمور واصلة، بيسلط لك الضوء على النقطة دي كويس جدا. الحاجة التانية، بيسلط لك الضوء على إن الذكاء الاصطناعي بقى هو اللي بيدير الحياة. اتصلي بفلان، افتح لي قناة كذا، حضر لي كذا، فكرني بالميعاد الفلاني، فكرني السنة اللي فاتت يوم كذا عملنا إيه، يعني هو اللي بيدير له الحياة. بعد كده بيدينا لقطة على التطور الرهيب لما يسمى بعمليات الاستنساخ الإلكتروني أو الاستنساخ الآلي، وهو بخلاف إنتاج يعني روبوتس، إنسان آلي أو آليين، في عملية استنساخ بقى، فإن كل شخص يبقى له نسخة آلية منه، ويتم تحميل سحب الوعي بتاع الشخص الحقيقي وزرعه في الشخص الآلي، وعندما يصل يعني تصل قدرات الشخص الآلي 100 ضعف قدرات الشخص الحقيقي، بيتم التخلص من الشخص الحقيقي والبقاء على الشخص الآلي، لأن هو ده اللي هيفيد المنظومة الدجالية في عملها. فدي كلها إسقاطات مهمة جدا من الحلقة الأولى المسلسل سلط الضوء عليها، وبالتالي هاجت الدنيا وما جت على المسلسل وعلى يوسف الشريف من أول حلقة تقريبا، والكيان بنفسه خرج يعني ممثليه سواء الرسميين أو غير الرسميين في الإعلام بكل الطرق، سواء الميديا التلفزيونية أو المقروءة أو الإلكترونية، يهاجموا المسلسل بكل شدة ويعتبروه نوع من الحرب عليهم وعلى كيانهم المزعوم. وخرج ساعتها بقى ايه، اذناب الماسون وعملاء الدجال وعملاء الصهيونيه في مصر وفي الامه العربيه يشوهوا ويشوشوا على المسلسل ويتهموا يوسف الشريف بان هو ماسوني. يتهموا يوسف الشريف ان هو ماسوني وبيروج لخطط الدجال. فهو بيروج لخطط الدجال فبيقول ان الكيان هينتهي، وهو بيروج لخطط الدجال بيقول ان القدس سيتم تحريرها، وهو بيروج لخطة الدجال بيقول إن أمريكا ستفتت إلى دويلات. هو ما شاء الله أذكياء، يعني أذكياء جدا. المهم إن المسلسل تحديدا، مسلسل النهاية، مليان بالإسقاطات العديدة، وكل شخصية في المسلسل تمثل رمزية لشيء ما في أرض الواقع، وده ممكن نبقى نتكلم فيه على مهلنا بعد كده. لكن اللي حابب أقوله لكل اللي بيسمعوني، وعشان يتأكدوا إن المسلسل مليان إشارات ومليان يعني رسائل خفية ولمحات كده وتنويهات بشكل خفي على نصوص، يعني نصوص تحمل نبوءات من التوراة أو من الإنجيل أو من القرآن أو من السنة النبوية أو ما شابه، فهنقول كده باختصار: اللي قرأ سفر الرؤيا ليوحنا اللاهوتي، أي حد قرأ سفر الرؤيا ليوحنا اللاهوتي وتحديدا الاصحاح 13 وهو بيشاهد مسلسل النهايه في الحلقه الرابعه والحلقه 11، هيجي كلام عن الرمله وعن شاطئ البحر وعن الشمس
وعن يعني الوقوف بثبات، وكل الكلام ده هيجي لمحات وإشارات لهذا الكلام. هذا الكلام هو إشارات لآيات في سفر الرؤيا، تحديدا الإصحاح 13، بتتكلم عن مصير منطقة الشام بشكل عام، ومنطقة أرض فلسطين، ومصير القدس، والحرب العالمية الثالثة المنتظرة، وحرب اللي هي الهرمجدون، وعدد الجيوش اللي هيقبل فيها وتكويناتهم وكل الكلام ده. هذا السفر يحمل هذه الأسرار وهذه التفصيلات، لكن كلها بإسقاطات وبرمزيات يفهمها من يفهمها بقى، ويجهلها من يجهلها، والأمر محتاج تدبر كبير جدا في تناول السفر بشكل عام وتناول الإصحاح ده بشكل خاص. فاللي هيتفرج على المسلسل النهاية هيلاقي إن في الحلقة الرابعة والحلقة 11 في حديث بيدور عن الرملة وأشعة الشمس والوقوف على الشاطئ ولمحات كده، أول ما نبص لها نفهم على طول إن هي إشارات إلى إصحاح 13 وسفر الرؤيا. طيب نيجي نعمل لمحات كده صغيرة على الشخصيات في مسلسل النهاية. ماذا تعني كل شخصية؟ وإلى ماذا ترمز؟ وإزاي نقدر نفك باقي الرسائل داخل المسلسل؟ عندنا طبعا الشخصية الرئيسية زين، المهندس زين، زين البشري وزين الروبوت. زين البشري هو رمزية للسيد المسيح عليه السلام، أو رمزية للمخلص، رمزية للمخلص. زين الروبوت هو رمزية للدجال. في حد يقول لي إيه لما هو الدجال ظهر بشخصه؟ أنا فاهم إن الدجال ظهر بشخصه، لكن في رمزية للدجال ولمصير الدجال ولصراع الدجال مع الحق من خلال زين الروبوت. بالإضافة إن زين الروبوت رمزية لعلو علم الدجال. لو رجعنا للجفر هنلاقي إيه؟ ويعلو علم الدجال. علم الدجال اللي هو قايم على إيه؟ قايم على التكنولوجيا، قايم على الماديات الصرف، قايم على طمس الفطرة ومحو دور الإنسان واستبدال الإنسان بالآلة. ده أقصى أماني الدجال، أن يبقى عنده مجتمع من الآليين في هيئات بشرية وبوعي بشري عشان يتصرفوا له تصرفات شبه بشرية. ده من أهم أمانيه. طبعا المجتمع ده يبقى مطعم بالبشريين، ده أكيد يعني، عشان يبقى في حياة كما هو يريد، يعني تبقى الحياة نموذجية كما يتخيل هو أو حسب خياله المريض. فدي نقطة مهمة في الموضوع، إن إحنا ناخد بالنا إن زين البشري يمثل المخلص أو يمثل السيد المسيح، زين الروبوت يمثل علم الدجال أو إفك الدجال أو كذب الدجال أو نصب الدجال أو دجل الدجال، أي مكان. زوجة زين البشري تمثل مدينة القدس. زوجة زين البشري تمثل مدينة القدس. صباح اللي هي صنعت زين الروبوت تمثل الصهيونية، رمزية للصهيونية. خليكم معايا بقى عشان ايه لما تتفرجوا على المسلسل تتفرجوا عليهم للمنطقة ده. يبقى زين البشري ده رمزية للمخلص او للمسيح، زين الروبوت رمزية للدجال وعلو علمه، زوجة زين هي رمزية للقدس، وهو بالمناسبة في المسلسل ابنه اسمه يحيى. يا يحيى خد الكتاب بقوة. يعني كل دي اسقاطات ورمزيات واشارات ورسائل خفية لابد ان احنا نلتقطها ونفهمها بشكل سليم. صباح تمثل الصهيونية. عمرو عبد الجليل يمثل الجانب الاصولي في المله الابراهيميه التي حملت النبوة في بني إسرائيل، لكنه أيضا مصنوع وليس طبيعي. ودي نقطة فيها إسقاط كبير على إن بالأصل يهود القدس
اللي حملوا التوراة ما كانوش على أصل الشريعة التي أنزلها الله، لعبوا فيها برضه، فبالتالي ما كانتش طبيعية. وفي النهاية هم اللي ساعدوا الصهيونية على تأسيس فكر الدجال. يعني لولا يهود القدس اللي تصدوا للمسيح ورفضوه ما كانت الصهيونية خدت المساحة اللي خدتها بعد كده، وما كان الدجال عرف يسطو على العقول في أمر أنه المسيح المنتظر عند بقى إيه النخبة وخاصة الخاصة وما شابه. فده رمزية عمرو عبد الجليل، إن هو اللي ساهم في صناعة زين الروبوت. لولا هو ما كانش زين الروبوت بقى أمر واقع أو بقى له كيان. شخصية يسري اللي هو مورد الفاكهة والخضار والكلام ده كله، اللي هو بيلتف على زوجة زين الحقيقية الحقيقي بعد ما زين راح الواحة عشان يقنعها إن زين ده راح يعني مش راجع تاني ويتجوزها هو. يسري ده يمثل الفاتيكان، يمثل الفاتيكان كيان موازي مصنوع في المسيحية يهدف إلى سرقة أرض الميعاد، أو سرقة أورشليم، سرقة مملكة المسيح. وبالتالي هو ده دور يسري في المسلسل، أنه إيه التف واستغل غياب زين الحقيقي والتف على زوجته عشان ياخدها لنفسه ويتجوزها هو. في نفس الوقت بنلاقي يسري على علاقة برئيس المافيا، الراجل اللي بيتاجر في السلاح، بيتاجر في المخدرات، بيزرع المخدرات إلى آخره. هذا الرجل يمثل المافيا التي يتعاون معها الفاتيكان في الخفاء لأجل إدارة الأعمال القذرة في العالم، من مافيا سلاح، من مافيا مخدرات، لمافيا دعارة، لمافيا الميسر، وهكذا. ده دور الخفي للفاتيكان مع عصابات المافيا. في نفس الوقت عصابات المافيا هتلجأ للصهيونية، تلجأ لصباح، عشان صباح عندها العلم اللي هتقدر تساعدهم في زراعة المخدرات عشان يقدروا يتحكموا فيها بشكل أكبر ويوزعوها في العالم بشكل أكبر. كل دي تربطات مهمة في المسلسل، أرجو إن احنا ناخد بالنا منها بشكل كويس. صباح أو الصهيونية بتنجو من كل أزماتها اللي بتقابلها على إيد الشخص اللي طاق المجنون، اللي هو الممثل اللي اسمه حسام داغر. أنا مش فاكر بس في المسلسل كان اسمه إيه. هذا الشخص يمثل الشيوعية. الشيوعية هي التي أعطت الصهيونية قبلة الحياة وألبستها روب الشيوعية مؤقتاً إلى أن جاء وعد بلفور فخلعت الصهيونية ثوب الشيوعية وظهرت على حقيقتها وانتقلت من شرق أوروبا وجنوب روسيا وما ووسط أوروبا إلى أرض الكيان أو إلى أرض فلسطين المحتلة. فحسام داغر اللي هو الشخص اللي كان عايش تحت الأرض ده وعامل نفسه مخبأ وعامل نفسه ومأمن نفسه من المخاطر وعامل حساب الكوارث والكلام ده كله، ده يمثل الفكر الشيوعي الذي حمى الصهيونية في أزمتها وأعطاها قبلة الحياة. دي كده يعني إيه إشارات سريعة وإسقاطات سريعة كده فكناها من خلال المسلسل. وطبعا حضراتكم بقى المسلسل طويل، فممكن لما حضراتكم بإذن الله وما شرحوا كل ده للممثلين ولا كانوا مش عارفين اكتر من الدور الظاهر، لا ما اعرفش بقى اسالهم سؤال ما عنديش الاجابه عليه. بس ده كده باختصار شديد يعني. دور الدجال في الصريح اياد نصار، زياد محمد، والصحفي ماله الصحفي مال. الواحة تمثل مملكة الدجال أو المجتمع بتاع بافي، مجتمع برمودا. ربنا يبارك فيكم.
شفت اخر حلقه في المسلسل؟ لا لازم تشوف المسلسل كامل يعني. عكاشة مش وطني ومقلب كان، لا ما اقدرش اقول ان هو مش وطني بس اقول كده. زي المسلسل الساعي زي مسلسل اتذاع واحنا في مصر، انت عارف بقى. لا يعني ايه اتذاع واحنا في مصر؟ لا وضح سؤالك استاذ حازم. الصحفي خريج هو عامل ايه طيب؟ صدفه صدفه. النيل يا فهد، ماله النيل؟ ده سؤال ولا تعليق ولا ايوه كلهم في الواحه. ده دليل على ان كل الاطراف زي ما انا قلت زي زي فرق الدوري، كلهم ظاهريا بيتنافسوا لكن في الحقيقه كلهم فين؟ كلهم جوه الواحه، بيعملوا من اجل ملك الواحه. ولاحظ في حضرتك جمله ثابته في كل اطراف او رجال الدجال داخل المسلسل بيقولوها، سواء بتوع انرجي كو او الشركه الثانيه المنافسه اللي بيلبسوا اسود او اللي بيلبسوا ابيض، كلهم بيقولوا ايه؟ كلنا فاكرين ومش ناسين، كلنا ايه على الوعد هنحافظ، كلهم ملتزمين بالقسم ده، كلهم ملتزمين بهذا الالتزام، لكن في الواقع هم متنحرين ومتنافسين وبيحاربوا بعض، صح كده؟ ولاحظ حضرتكم بيحاربوا بعض على ايه؟ على مين يمتلك الطاقة عشان يعمل ايه؟ عشان يديها له هو. ممكن يعني ممكن، ما هو زين الروبوت هيموت، ما هو طبيعي طبيعي ان زين الروبوت هيموت، ما هو ده المصير النهائي يعني. ربنا يعزكم ويبارك فيكم، شكرا جزيلا للاستاذ. الملحمه الكبرى نحن في دائرتها، لكن ما اقدرش اقول على الابواب، اصل على الابواب دي يا جماعه يعني احنا بنتكلم في حدود شهور او سنوات بسيطه. لا لسه يعني ما اقدرش اقول على الابواب دي، في احداث كثيره جدا ما بيننا وما بين هذه اللحظه يعني. وبعدين تسجيلي على الملاحم ليه؟ من جهه الملاحم نحن مقبلين على الملاحم، اقول ايه؟ الملاحم على الابواب اتفق، لكن الملحمه الكبرى على الابواب لا اتفق. قريبه قريبه، يعني ايه قريبه؟ يعني احنا في دائرتها الزمنيه، دخلنا خلاص في الايه؟ في العد التنازلي للملحمه الكبرى، لكن مش في غضون شهور، مش في غضون سنوات قليله، لا لسه شويه. والله يعني لو تقصدوا توفيق عكاشة مش الوحيد يعني اللي استضاف الناس ده يا جماعه، يعني في غيرهم، دي حاجه. الحاجه الثانيه في اوقات بيبقى ساعات مطلوب من الاعلامي دور معين يعمله، يعني برضو خدوا بالكم من الحته دي. فهو برضو زي ما استضاف الناس دي هو في نفس الوقت كان المسؤول الاعلامي عن حمله الجنرال الانتخابيه، فدي نقطه برضو لازم نحطها في الحسبان. مش عاوزين ناخد الامر عشان هو اختلف معانا او احنا اختلفنا معاه في راي او وجهه نظر، يعني ناخد الامر بالشيله او بالشروه مره واحده كده. قد يكون الراجل تحت ضغوط، قد يكون الراجل يعني الله العليم ايه ظروفه بالظبط. وهو كل ان هو قال ان انا منسحب من، لو الكلام على توفيق عكاشة يعني، كل ان هو قال ان انا منسحب من مجتمع السوشيال ميديا تماما، فالله تعالى اعلى واعلم هل هو تعرض لضغوط، هل هو الراجل زهق، هل هو الراجل بيعيد حساباته، هل ما نعرفش يعني، الله العليم بظروفه ايه ووضعه ايه. ف يعني مش عاوزين ناخد الحكم كده. ثانيا اللقاءات دي برضو او الاستضافات دي بتاعت سبايدر او بتاعت زياده او غيرهم او حتى اسماء محفوظ كان قبل 2011. ف قبل 2011 كان في توجهات باستضافه الناس دي في الاعلام. فمش هو الوحيد يعني اللي عمل كده. والله اعلم هل لما استضافهم كان الغرض ايه؟ يعني هل كان الغرض إقامة الحجة عليهم مثلا؟ ما ممكن كده برضه. هيبقى يعني ليه من ساعتها ما كنتش بتفطننا بالكلام ده؟ والله ساعتها كنت مشغول جدا في خارج الحدود، ما كنتش فاضي لكأن أنا أعمل كده يعني. لكن في حلقة في الموسم الأول في خارج الحدود أنا عملتها ردا على الخزعبلات اللي اتقالت على المسلسل، و
وعلى الاتهامات، لان كان هناك من سخن محمد عيسى داوود لكي يهاجم المسلسل ويهاجم يوسف الشريف. فالحمد لله ربنا اكرمني وعملنا العكس. يعني لو رجعت الموسم الاول هتلاقوا لا هو التزم التزام شديد باللي انا عملته. بقيت البرنامج بقى يجي يوسف الشريف يتكلم مظبوط. فهو كان في الاول كان ناوي يهاجم، يعني كان ناوي عارفين كان هيخش يعني يكسر الدنيا. ف الحمد لله حين الموقف ان هو جات له بقى رسائل، الله اعلم جات له من مين الرسائل دي، فلقيته سخن جدا، سخن بمعنى سخن يعني. يعني بالمناسبة ساعتها، ولأن كمان البرنامج ساعتها في البداية في أول موسمين كان عامل زخم، فإحنا اللي عملنا التوازن مع يوسف الشريف. يعني مش بشكر في نفسي في حاجة، لكن كانت الموجة عالية جدا عليه وكان الهجوم شديد جدا عليه. فلما إحنا طلعنا وعملنا الحلقة دي واتكلمنا في حقه كلام سليم ووضحنا بعض الأمور في المسلسل ووضح زي ما أنا وضحت كده دلوقتي، فالدنيا اتلمت يعني. اه كلهم في روح اصحاب، ده قتل ابنه. ده بص النقطه دي مهمه جدا، دي رساله مهمه. الراجل قتل ابنه اللي هيكشف السر، فعندهم الحفاظ على السر اهم من ابنائهم، اهم من فلذات اجدادهم. يحبونه اكتر ما يحبون ايه، والمسلمين مستكترين يحبوا الله ورسوله وآل البيت أكتر من أنفسهم وأموالهم. في الوقت اللي التانيين بيعاملوا التاني كده، بيعاملوه عاملة الإله، الخضوع التام، الخوف التام، الحب المطلق كده. ليه؟ هو اللي صنع منهم بني آدمين، هو اللي صنع منهم نخبة، هو اللي منحهم الشهرة ومنحهم الجاه ومنحهم القوة ومنحهم المال ومنحهم السلطان. هو اللي عمل كده، فهم بدونه زي الكلب بدون سيده. يعني إذا رجعنا لحلقات سورة الكهف، الخمس حلقات سورة الكهف، وتذكرنا كلام الرجل الكندي روجر اللي كان في مجموعة السيانس أو الإلوميناتي، أو يعني في جانب من جوانب الفري ميسنز، وكان بيتكلم عن طبيعة الأجواء بتاعة المجتمع ده، وإزاي في يوم من الأيام في بداية علاقته بهذا المجتمع هو يعني التقى أو تقابل بأحد نجوم الـ يعني الـ الغناء في أو الفرق الغنائية الكبيرة وقتها. وانا اعتقد يعني ان هو كان بيلقي الضوء على الفيس بريسلي، بس الله تعالى اعلى واعلم هل كان يقصد الفيس بريسلي ولا حد تاني ما اعرفش. بس هو يعني كلامه كان بيتكلم عن نجم ستار كبير جدا، وان هذا النجم قال له وهم قاعدين بيتكلموا مع بعض، وهو بعد ما حضر جلسه التحضير الارواح اللي هو حكاها والكلام ده كله، هم بقى بيزيدوه ترغيبا، بيزيدوه ترغيبا وجذبا واستقطابا. فهذا النجم بيقول له انا عشان اختصر الطريق انا محتاج القوه، هروح لمصدر القوه. فهم بيتعاملوا مع الدجال ومع ابليس، هم دول المصدر الرئيسي للقوه. الجمله دي قصيره لكن ورا منها ابعاد كتيره جدا جدا. فبالتالي هم مش اصحاب بقى، هم اكتر من اصحاب، لكن تراهم في النهايه ايه، جامعه وقلوبهم شتى. لما هيتجمعوا ضدك مش هيبقوا اصحاب. بس المهم انت ازاي تستغل ده، والمهم ازاي تكسر وحدتهم الظاهريه الهشه، لان هم ليهم وحده ظاهريه هشه تبدو مرعبه في الوهله الاولى، للي جاهل بيها، للي مش مستعد لها، للي خايف منها مسبقا. لكن اللي فاهمها ودارسها وعارفها وعارف مداخلها ايه وكسرتها منين، من اول خطوه هيهتها، فهيعمل بينهم فرق وهيقدر يخترقهم ويعدي.
الفلسطينيه في العشر سنين اللي فاتت، تحديدا في الخمس سنين اللي فاتت من يوم ما الكيان اعلن انشاء واتمام ما يسمى بالجدار العازل بهذا الطول وهذا العمق اللي بيصل ل 65 متر تحت الارض، وسنسورز واجهزه مراقبه ورادارات وكاميرات واسلحه تعمل اوتوماتيكيا والكترونيا بالذكاء الاصطناعي ضد اي جسم يحاول الاقتراب من الاسوار، وصرفوا مليار دولار لاجل انشاء واقامه هذا الجدار العازل. واهم ما في الامر بالنسبه لنا في الموضوع هو العمق بتاعه، عمق ايه؟ 65 متر، عشان يضمنوا ان مفيش انفاق ممكن تخترقهم ويحصل عليهم هجوم في خلف خطوط العدو. كانت النتيجة ايه؟ ماذا كانت النتيجة في 7 اكتوبر؟ بس فيتحصنوا يقعدوا في الواحة، ينزلوا تحت المية، يطلعوا فوق السماء، مصيرهم منتهي. مهما هيعملوا هم مصيرهم منتهي. لكن الخلاصة هم يد واحدة ظاهريا بيتنافسوا قدام العالم عشان دي مقتضيات الحياة، حتى الصراع الأزلي ما بين يأجوج ومأجوج، هذا الصراع له حد فاصل وخط أحمر لا يجوز تعديه، وهو مصلحة إبليس والدجال. يعني إذا كان هذا الصراع هيؤثر على مصلحة الاثنين دول فليذهب يأجوج ومأجوج إلى الجحيم. دي نقط لازم واخدين بالنا منها تماما ومدركينها تمام الإدراك، لأن هو ده الواقع اللي احنا بنتعامل معاه، ان احنا بنتعامل كلهم بالنسبة لنا اعداء بلا استثناء. ممكن سجلوني، ممكن طبعا صحفي يمثل الشخص او كده، ممكن سامحوا ازاي انه اتعرض، لان اي مسلسل يا استاذ حازم، اي عمل فني بيتقدم للرقابه بيتقدم ملخص. الرقابه ما بتشوفش السكريبت كامل وما تتفرجش على الحلقات كامله. يعني اي عمل في عشان بس حاجه تبقى في الصوره، يعني دي حاجه. الحاجه الثانيه، من قال ان الملعب مفتوح تماما للدجال ورجاله؟ ما هو زي ما الدجال موجود وله رجالته، الحق موجود وله رجالته. فزي ما هم لهم نفوذ، الحق ورجالته لهم نفوذ ولهم قدرات برضه. مش هي دي القضية ولا هي دي المشكلة بالمطلق. فما تقفش عند حتة ازاي اتعرض وازاي، مش هو ده الحق يعني. ممكن هو اتعرض واتعمل. طبعا في حد هيجي يقول لي بس لا، فارس بلا جواد الوضع 1 2 3، فارس بلا جواد كان له ظروف وكان مكتوب عنه من قبل ما يعرض واتعرض في بعض القنوات العربية قبل ما يتعرض في مصر، والدنيا يعني كان في قصه موال كبير، ولولا تدخل الجنرال عمر سليمان ما كانش اتعرض اصلا. ما كانش اتعرض اصلا، كان صفوت الشريف مش عارف. عشان في ناس بتقول ايه؟ يعني ما عجبنيش محمد صبحي وهو بيتكلم، حسسني ان الجنرال كان بيترجاك. الجنرال ما كانش بيترجاك. الجنرال بيفهمك ان مصر هتدخل في ازمه بسبب المسلسل. خلاص هم هياخدوا خطوات ودنيا، وساعتها كان في ازمه اقتصاديه وفي كروت معينه في ايديهم كانوا هيضغطوا بيها علينا وقتها. وقت فارس بلا جواد، وقت فارس بلا جواد حاجه، ودلوقتي حاجه تانيه. الوضع دلوقتي وقتها في ظروف، ودلوقتي في ظروف. بالاضافه ان فارس بلا جواد وقتها كان بيعرض في قنوات عربيه غير مصريه. واعتقد ان القنوات العراقيه تحديدا هي اللي ذاعته اذا بشكل كامل دون اي اجتزاء او دون اي نقصان. وبعد الثورة هو اتذاع في النهاية، اتذاع يعني. أصل في النهاية زي مسلسل، زي فيلم الكرنك بتاع سعاد حسني ونور الشريف، منع قد ما منع في الآخر اتذاع واتنشر، زي زوار الفجر، زي كل الأفلام اللي تناولت الفترة المصرية وفترة حمزة البسيوني وفترة صلاح نصر وفترة شمس بدران، الفترة المزدهرة في حياة مصر، 10 سنين المنورين دول، 10 سنين كانوا زي الفل الصراحه.
مش في افلام منعت وحجبت واوعى يا جدع وهس ما تجيبش سيرته، ايه اسم الفيلم لو جبت سيرته كمان يعني الناس تبص لك تقلق منك، اذا انت بتتكلم عن فيلم كرمك شيوعي ولا ايه كده يعني. في الاخر اتذاعت الافلام دي وانتشرت وبقت تتذاع في القهاوي كمان، والناس بتتفرج على الفضائيات في قنوات الافلام. مفيش في النهايه عمل فني او اعلامي او ثقافي مكتوب حتى كتاب او مقال او ما شابه هيختفي للابد. حتى بروتوكولات حكماء صهيون اللي اخفوها بكل الطرق والوسائل شاء الله ان تفضح في حادثه لا لهم يد فيها. الراجل مسافر من فرنسا لسويسرا، صاعقه تضربه يقع يموت، الملفات تقع من ايده، وتيجي الشرطه تلمه وتلاقي الملفات اللي يلاقيها ويطبعها وينشرها وتنتشر بروتوكولات حكماء صهيون. فكلمة الحق لما ربنا سبحانه وتعالى يحب ينصرها وينشرها ويوصلها للناس مش محتاجة نسأل فيها ليه وازاي ومين عمل ايه، هو هيثبت اسبابه وهو له جنوده وهو له تصرفاته. يعني حاجة مش بتاعتنا احنا، لينا ان احنا ايه الغرض بتاعنا تم، غرضنا تم، واهم من يعني اهم شيء واهم رد فعل هو الاخر. بص الاخر عامل ازاي هتعرف على طول انت نجحت ولا ما نجحتش، دي حاجه. الحاجه الثانيه عرض المسلسل بقى بالمنطق بتاع حضرتك ده بيقول لك ان احنا اقوياء، بيقول لك ان جانب الحق وكلمه الحق قويه مش ضعيفه، لها من يبرزها ومن ينشرها ومن يقولها ومن يرفعها ومن يدافع عنها. يعني ما تقلقش اطمن، في ما هو قادم في خير ان شاء الله، ولكن الامر يحتاج إلى الكثير من الصبر، والله المستعان. اللهم المستعان سيدي أحمد منصور. يعني لا هي بتمثل الجانب النسوي في التبعية للدجال، يعني رمزية أن النساء يتبعون الدجال حتى الموت، زي ما سيدنا رسول الله قال كده إيه لو خرج اربطوا النساء في بيوتكم، يعني اقفلوا عليهم واربطوا عليهم. ليه؟ لأن هم أكثر من سيقع في فتنة الدجال. دي رمزية. الرمزية الثانية بيورينا قد إيه أتباعه مهما كانوا قريبين منه في النهاية لما هيطلب منهم التضحيه بانفسهم هيضحوا بانفسهم، ظنا منهم وايمانا منهم بان هم منتقلين الى الخلود، ان هم منتقلين الى الخلود اللي هو وعدهم بيه، وان هم بيضحوا بانفسهم كده لاجل ارتقاء مملكته. الخزعبلات بقى اللي هم عايشين فيها، فدي اسقاطات ورمزيات على هذا النوع من الشخصيات وعلى دور المراه او دور الانثى في مخاطره الدجال. ان الدجال يستغل المراه، يستغل الانثى، زي كده قلنا في كفر دلهاب هو استغل النساء واستغل سيطرته على عقول النساء في الوصول لاهدافه، ومن اختراق المجتمع وزرع الفتن وان يقتل الناس بعضهم بعضا، وكل ده تنفيذه عن طريق ايه؟ عن طريق النساء. محمود عبد المولي هو مصطفى مختار الله عليه. غفران كان عايز يسرق بحث زين ومغرور وحاسد، ده تلميح على امثال محمد يسرق الاول. ممكن طبعا، ليه لا؟ اللهم امين رب العالمين. كل يعرف ما في الاخر. ربنا يعجب الفرج ان شاء الله، اسال الله ان يعجب الفرج. شيخ الازهر محمي بالدستور، والله كان يغضب من شيخ الازهر ما يقدرش من شيخ الازهر يولع، يعني هو اصلا الغضب مش من الكيان، الغضب من الدجال، الدجال هيولع، الدجال غاضب على رجالته، فما بالك مش غضبان من رجال الحق يعني، لا هيبقى غضبان طبعا، فيغضب ايه يتفرق يولع بجاز يعني، مش قصتنا. لكن في النهايه شيخ الازهر
ومنصب مش شيخ الازهر كمولانا احمد الطيب بشخصه، لا منصب شيخ الازهر محمي من قوه الدستور. وعشان كده هم من بعد 2011 من خلال البرلمان كانوا عايزين يلعبوا في هذا المنصب بصور عديده وبتعديلات تشريعيه عديده، وتبنى الامر ده محمد ابو حامد بشكل كبير يعني في فترات كتيره، ويعني حاطين المنصب ده في دماغهم. طبعا مع وجود مولانا احمد الطيب وصلابته في مواقف عديده وتشدده امام قوى الباطل يعني، فطبعا الامر ازداد بزياده تجاه الازهر وتجاه شيخ الازهر والى اخر بقى ما يحدث. والله المستعان، ربنا يستر ان شاء الله ويلطف بقى بالفتره اللي جايه دي وتعدي على خير باذن الله. ربنا يبارك في استاذ، شكرا جزيلا، ربنا يسعدك يا رب. في اولا بص كويس حضرتك قلت الحته دي، المسلسل فيه بعض الايه المراوغات الدراميه. من ضمن المراوغات دي ايه؟ بيقول لك خد بالك ان انت لو ما انتبهتش لنفسك على الرغم من ان انت تنتصر وان انت تحرر القدس والكلام ده كله، فان انت ممكن تبقى معرض برضه للوقوع تحت طائله الماسون. دي واحد. اثنين، المسلسل بيتكلم عن مصر، ان مصر هي الدولة الوحيدة المستقلة في المنطقة، مش داخل التكتل، خارج التكتل، ومصر هي الدولة الوحيدة اللي فيها جيش، اللي عندها جيش مستقل. دي إشارة لفترة ما بعد الإمام وما بعد السيد المسيح، اللي هي فترة الساعة الكبرى. دي إشارة لفترة الساعة الكبرى، بأن الأرض مش هيبقى فيها حتة أمان إلا مصر، ولا استقرار إلا في مصر. أما موضوع التكتل والدول التي تشكل التكتل، فدي إشارة لأن خدوا بالكم في حال إهمالكم هتوصلوا للمرحلة دي. في حال أهملتم هتوصلوا للمرحلة دي. هيبقوا برضه مسيطرين بالمال وبالاقتصاد وبالطاقة وبالمصادر ايه الطبيعية وبالموارد الطبيعية. فدي نقطة مهمة لازم ناخد بالنا منها في الإشارة دي، وأحيي حضرتك على النقطة دي. وعليكم السلام ورحمة الله. لا ده مش حاجة، ما أنا قلت. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا، ازيك يا استاذ محمد؟ ربنا يبارك فيك. نعم، هي الدكاترة الرياضة. ما هو كده. أعتقد الروبوتات اللي كانت في المسلسل ده تمهيد لاستخدام الروبوتات في الحروب، ودليل على ذلك ومحاولة الكيان لاستخدامه في اقتحام غزة. يعني ده خلاف، دي إشارة كده. بالإضافة كمان مش عايزين ننسى الإشارة المهمة في المسلسل لأمر الأجهزة التعويضية البديلة أو الأطراف البديلة للجسد، كأقدام، رجول، أذرع، أكف، ما شابه. فده إشارة إلى أن المستقبل هم هيقدموا فيه أطراف الدجال، هيقدم نفسه كمسيح بيعالج يشفي المرضى يعني وما شابه، بحالات زي كده يعني، مثلا واحد مقطوع القدمين يعوضه برجلين صناعيتين فيمشي على رجليه، فيبقى ده هو كده احياء من جديد، او هو كده شفاه من ان هو قعيد. واحد مثلا ما بيشوفش او نظره ضعيف او ما شابه، فيتعمل له عمليه او يتركب له عين صناعيه او ما شابه، فيبتدي يبقى مبصر. زي دلوقتي كده ما بتتعمل نظارات للمكفوفين لبعض الحالات، مجرد ما يلبس النظاره يبتدي يشوف. النظاره بتعمل له رؤيه. هو بيبقى حالات يعني كفيف كان كفى يعني بنسبه 100%. ف يعني الامر تطور دلوقتي في النظاره، وبعدين هتبقى عيون بقى، يعني بدل النظاره هتبقى عيون صناعيه. فده كل ده في اطار ويعلو علم الدجال. وبنرد على البهوات يعني بتوع القطاع النت والتكنولوجيا والكلام ده جابونا يعني.
لكن طبعا برضو في نقطه مهمه في حته التطور التكنولوجي في الجانب الاجهزه التعويضيه وما شابه، وهو الاسقاط على الجنود النصف آليين اللي هم بيبقوا محاربين قدامى في جيوشهم وبيصابوا اصابات بالغه وبيبتر جزء كبير من اجسادهم وبيعوضوهم مكان ما بتر باجهزه تعويضيه صناعيه الكترونيه وبعقول شبه الكترونيه كمان بيركبوا لهم شرائح وما شابه، وبيبدا الكائن ده بقى يبقى نص آلي ونص بشري، فده أيضا سيتم استخدامه فيما هو قادم من أيام بإذن الله. تمام مظبوط كده، حضرتك قريت القراءة بشكل سليم، يعني كلهم جوه الواحة حبايب وبضحكه صفراء، وبره الواحه بينهم مصانع الحداد. ده بالاضافه ان المجتمع جوه الواحه نحسه مجتمع مصنوع بنسبه كبيره، ما فيهوش اي روح ايا كانت، حتى لو كان بره الواحه الحياه برضه ليها اليات نقول ايه علمانيه كبيره، لكن ما زال برضه الحياه بره الواحه فيها روح فيها حياه، لكن جوه الواحه الحياه اليه تقريبا بتتعامل كلها بالتكنولوجيا بالذكاء الاصطناعي، مفيش أي روحانية جوه الواحة، الواحة كلها طاقتها سلبية بلا استثناء، مفيش أي طاقة إيجابية خالص، فدي كلها إشارات معينة لعالم الدجال وما يرنو هو إليه في المستقبل من هيئة العالم بشكل عام. يعني في بالمناسبة في طبعا ناس كتير كانت بتتكلم قبل كده او بتسالني في امر ما هو البعد الزماني والبعد المكاني، وازاي يعني يبقى احنا هنا في نفس المكان ده وفي اخرين من عوالم اخرى موجودين واحنا مش شايفينهم ومش قادرين نتعامل معاهم وما شابه. باختصار عشان اوفر عليكم وعليا المشوار، يعني في فيلم اسمه ذا سيتي اوف ذا 1000 بلانت، مدينه الالف كوكب. هو فيلم يبدو فانتازيا ويبدو خيال علمي ويبدو كل الكلام اللطيف ده، بس يعني ايه حاولوا، هو كان معروض على الام بي سي من فتره، يعني اذا حد وصل للفيلم ده يتفرج عليه ويشوفه وهيفهم ماهيه ازاي نبقى احنا في نفس المكان وفي بعد واثنين وثلاثه وفي عالم واثنين وثلاثه ويتداخلوا في بعض ويخرجوا من بعض وكده، عشان دي بس نقطة. هو هنا في الفيلم ده بيطرحها على هيئة إن هي فانتازيا، عالم من الخيال وعالم من الهمبقة، لكن الحقيقة لا، الحقيقة هو عايز يوصل رسالة، وعايز يوصل رسالة بوجود هذه المخلوقات سواء كانت من الإنس أو من الجن. الواحة مثلث برمودا أو كل عالم يخص الدجال طبعا. والله يا استاذ اسلام ما اعرفش، يعني انا ارجو هذا، ربنا يسعدك اولا وحياة واصله باذن الله. ما اعرفش، ما اقدرش اقول لك ما اقدرش اقول لك لا، اي حاجه في علم الغيب وحسب مقتضيات الظروف بتاعته هو وبتاعت الحال بشكل عام، وما اعرفش يعني ما اقدرش اقول لك، انا شخصيا ارجو بشده يعني. وازاي غاسل دماغ او عقول اتباعه؟ طب هسألك انا سؤال، هو ازاي عباد الاصنام مقتنعين بالاصنام؟ ازاي عباد الشمس مقتنعين بالشمس؟ ازاي عباد النجوم مقتنعين بالنجوم؟ ازاي عباد الطبيعة مقتنعين بالطبيعة؟ هل اي معبود من دول تكلم مع عبيده اللي بيعبدوه؟ ما حصلش. ما بالك بقى بواحد بيتكلم وعنده آلة إعلامية بتروج له وعنده كهنوت بيمهد له، الموضوع سهل يعني مش صعب على فكرة. مش صعب يا أستاذ زياد تقنع ناس إن هم يتبعوك بشوية أوهام. يعني لو فتشنا في مدعي بقى مش النبوة، مدعي الألوهية.
يعني ده في القرن العشرين بس في بتاع ثلاثة أربعة متدينين قليل، وكان ليهم أتباع وليهم دنيا كبيرة يعني. حتى بعد ما ماتوا، بعد ما فضل أتباعهم دول مسيحيين برضه، مسيحيين يا عم مات، اللي أنت بتعبده مات. يعني أنت بتقول عليه إله وبتعبده، طب هو مات خلاص. سيبك بقى هو كان بيكبر قدامك في السن، سيبك من كل الكلام ده، مات. He is dead. لا هو مستمر برضه في العبط اللي هو فيه، خلاص. اتلبس بقى. هو ملعون، هو اهبل، يعني ما تسالش ايه السبب، يعني ايه ما تقعدش تفتش ايه السبب. ليه؟ لان انت لو قعدت تفتش ايه السبب يبقى الاول تفتش على السبب بتاع ابليس والسبب بتاع الدجال. ما هو فيش اكتر من ابليس والدجال، بالذات في ابليس. واحد ربنا انعم عليه واصطفاه وجعله في مصاف الملائكه، ومنحه سلطان ومفاتيح السماء الدنيا والارض، وفي روايات بتقول ان هو يعني خلاه على قائد من جيوش الرحمن، احد القاده للجيوش، في روايات بتقول كده. ومنع وخد، نال من العلم ونال من المعرفه ونال 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 ونال، ونال. كان اولى بيه يسجد مع الساجدين وهم اكرم منه، وهم اكرم منه خلقه، لكن ما سجدش، وعند وتكبر وتحدى وحلف بالطلاق وعلي النعمة وكده. نفس القصة مع التاني، نفس الموضوع، بس يعني ايه بالتفاصيل وظروف اخرى. فالاول نسأل دول، انتوا ازاي يعني كنتوا كده وصلتوا كده، شفتوا من ايات ربكم الكبرى والعظيمة وفي نفس الوقت عملتوا كده. نوجه السؤال لبني اسرائيل، اللي الله سبحانه وتعالى شق لهم البحر 12 طريق يابس. يعني ايه يابس؟ يعني اولا ممهد، ثانيا يابس، مش مبلل عشان ما يغرزوش فيه، لان هو بعد ما انشق البحر وفتحت لهم ال 12 طريق، الله سبحانه وتعالى امر الريح، فمرت الريح لتجفف تربه اوقاع اليم، اوقاع البحر، اوقاع البحيره، قاع الميه، ايا كان، عشان الناس اللي بتزعل. وما عدوا الناحيه الثانيه لقوا اللي بيعودوا الصنم، بيقولوا احنا عايزين صنم زي ده. يعني دول تقولهم ايه بقى؟ ما في دول لازم تشتمهم، دول لازم تقف تشتمهم. يعني انا بقى انا بستغرب ازاي سيدنا موسى مسك اعصابه عليهم. هم لسه خارجين من الميه والميه قفلت كده وخلاص، وحمدا لله شكرا لله، وسجدوا سجدتين شكر وقاموا توكلوا على الله يمشوا. ما مشيوش نص كيلو لقوا في قوم واقفين بيعبدوا صنم، يقول لك يا موسى ما تعمل لنا اله زي ده نعبده. بس لو انا مكان سيدنا موسى انا هبقى ليا رد فعل تاني. هدول تسالوا تقول لهم ايه؟ ونفس البني اسرائيل وهم بيحملوا التوراه غصب عنهم، كانوا رافضين ياخدوا التوراه وياخدوا العهد، مش سيناء ارض العهد؟ سيناء مش ارض العهد بتاعهم ولا ايه؟ تلقوا العهد في سيناء بايه؟ بالقوه. ورفعنا فوقهم الطور، خذوا ما اتيناكم به، هتاخدوه ولا دككم ولا اتفسكم في الارض. فلما لقوا جبل الطور مرفوع فوقيهم راحوا نازلين ساجدين على الارض، بس لعدم ثقتهم في الله، لان هم قوم ابن وسخه جيناتهم معفنه، ما سجدوش سجود طبيعي. ليه؟ ما امنوش ان هو ما يضربهمش، فسجدوا على عين وعين، بقوا ساجدين على واحده وباصين مأمنين على الجبل بالعين الثانيه، فبقى سجودهم اعور. كتب الله عليهم ان يكون سجودهم اعور، بالرغم ان هم اصلا سجودهم كان زي سجودنا، عشان يبقى ظاهر اعمالهم وظاهر عبادتهم بتؤكد على ايه؟ على عورهم الروحي وانهم مخلوقين للدجال، خلقوا ليتبعوا الدجال. كان هو اعور المظهر واعور البصيره، فهم عور البصيره، وعور الله مظهرهم الايماني من خلال سجودهم الاعور. نقول لهم ايه بقى؟ ازاي ولا مش ازاي؟ ما تقفش عند ازاي، استاذ زياده، ازاي دي هتتعبك؟ ازاي دي هتضيع لك طاقتك على الفاضي؟ ما تسالش ازاي، ملعون ابوهم ولاد 60 كلب كلهم، انا مالي ازاي؟ ما
خلينا احنا مع نفسنا وعشان نعرف نواجههم. علينا ان احنا نفكر ازاي نواجههم، مش ازاي هم وصلوا كده، ما يوصلوا ولا يولعوا بجاز. انا شفت حلقة اول امس وشفتها بس في اكتئاب. ليه عملت اكتئاب؟ ليه؟ طيب ماشي، يعني انا فاهم طبعا حضرتك عايز تقولي ايه في حته الصدمه على المستوى الشخصي او على المستوى العام في اشخاص كتير. لا والله ولا نص ده ولا حاجه، يعني صلى الله على حضره سيدنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، يعني ما ده واجه اللي ما حدش واجهه، ده واجه يعني اول ما واجه في عمه، ف دي صدمه اكيد مش قليله. وهو كان بيوده قبل الدعوة وكان بيحبه وكان يعني حبيبه حبيبه يعني، فيبقى من أشد معانديه ومن أشد كارهيه ومن أشد من يذم حضرته هو أبو لهب، فدي في حد ذاتها صدمة، صدمة كبيرة كمان، مش حاجة سهلة. ده العم يعني، العم والأب مش موجود. المهم يعني لا، انا مش عاوز نصدم في حد، يعني حتى لو اتصدمنا علينا ان احنا نتحلى بالجلد ونتحلى بالصلابه لاجل ان نستمر، لان لو تركنا كل صدمه تؤثر فينا ده هي يعني هيأثر على حياتنا بشكل عام، هيأثر على عزيمتنا، هيأثر على قوانا الداخلية، هيأثر على إيماننا، هيأثر على ثباتنا، على ثقتنا بأنفسنا وثقتنا بالله وثقتنا في أسرنا وثقتنا في المجتمع، وده مش مطلوب، لأن هو المطلوب إن الإنسان يهتز ويحبط وييأس وبالتالي يسقط. علينا إن إحنا مهما كانت الصدمة يعني. ومن هنا أنا دايما بقول للناس إيه، ما يعني ما استعد ان في تغيير في حياتك الاجتماعيه بشكل عام. في ناس هترحل، مش رحيل موت، رحيل البعاد، رحيل الفصال. وفي ناس هتدخل حياتك انت ما كنتش تعرفه اصلا. هيبقوا جزء من اهلك، جزء من اسرتك. يعني في امور هتستبدل. في يعني ناس احق من الناس بشيء يعني، وهكذا. يعني في النهايه ايه، الطيبون للطيبات والخبيثون للخبيثات في كل شيء، مش في الزواج بس، ده في الزواج وفي الاخوه وفي الصداقه وفي الشراكه وفي الزماله وفي الجيره وفي كل حاجه. خلاص بقى، في فرز وتنميم مجتمع، هيبقى في فرز وتنميم، لان في ناس هتسيب مصر وتمشي باختيارها، هيحسوا بقى في الاخر ان البيئه دي مش بتاعتهم، بيئه الصلاح دي مش هي دي اللي هم كانوا عاوزينها، فهيسيبوا مصر ويمشوا. لا كهرمجدون، لا ما نقدرش نقول على ابواب ولا بدأ، احنا في اطارها الزمن يا استاذه مريم. انا كتير قبل كده اشرت وقلت ان الحرب العالميه الثالثه لابد لها من حروب تمهد لها، مستحيل تطلع من يوم وليله، دي حرب كونيه كل اطراف العالم هيشتركوا فيها، ما بين مدعيا للحق وما بين كارها للحق، واحنا عباد الله الفقراء ليه مدافعين على الحق، هيبقى في كده، في طرف مدافع عن الحق، وفي طرف مدعي للحق، وفي طرف كاره للحق. ده الصراع، ده حقيقة الصراع بتاع الهرمجدون. دول الأقطاب الثلاثة للهرمجدون. مين بقى يمثل الأقطاب الثلاثة؟ أعتقد الرؤية واضحة برضو من دلوقتي، لكن دون أن نتعمق فيها. في النهاية بقى عشان يبقى عندنا الأقطاب الثلاثة دول، هل ده يعني ينفع بين يوم وليلة؟ بالتأكيد لا، بالتأكيد ده عايز مراحل ومشاوير
مكاسب وخسائر على الأرض في مجالات عدة وفي أمور عدة واستعدادات شتى في أمور كتيرة، لأن دي الحرب اللي الكل داخلها وهو عارف إن هي حرب الفناء. اللي خسران هيتقال له مع السلامة، شرفتنا شويتين دول في التاريخ، اطلع بره بقى. مش هتكمل للآخر. خلاص مفهومة يعني، مش محتاجة بقى حد يترجمها. حرب هتكون بعد حروب نووية. يعني حرب الهرمجدون دي هتتم بعد حروب نووية بين أهل المشارق وأهل المغارب. فيعني حاجة مش سهلة. وبالتالي لازم بقى إيه الأقطاب الثلاثة دي تتمحور تتبلور على الأرض. طب ما حد يقول لك لا، ما هو طرف هو أمريكا وأوروبا طرف وروسيا والصين ومش عارف مين طرف وإحنا أهو كعرب ومسلمين طرف. لا إحنا مش طرف دلوقتي. إحنا مطروف. احنا مفعول به. احنا مش فاعل خالص، احنا بره المعادله خالص دلوقتي. احنا محسوبين في المعادله لما نمتلك من مقاومات استراتيجيه بس، لكن كدور فاعل احنا بره المعادله تمام، مش جواها خالص. دي حاجه. الحاجه الثانيه بقى التكتلات الاخرى، سواء التكتل الكاره او التكتل الطامع. لا لسه ما بلوروش برضه، لسه ما انت عندك دلوقتي دول في غرب اوروبا مادة جسور التعاون والتآلف بينها وبين فرنسا وبين سوري بينها وبين الصين، وزي فرنسا. فالموازين يعني في شقلباظات بتحصل، ولسه في بقى ايه تغير كبير في النظام المالي العالمي، سواء بألاعيب شيحة بتاعت الدجال او بمفاجآت مصر المنتظرة. لانه يوم مصر بإذن الله تخرج ما في ضعباتها من مفاجآت وأرض وتلفظ أرضها كنوز فراعين، الوضع العالمي هيتشقلب. أمال هم هيجوا ليه؟ هم هيجوا في الملحمة ليه؟ هم هيجوا في الملحمة ليه؟ لأن الوضع العالمي للاقتصاد هيتشقلب. ليه؟ مصر اللي هيطلع من باطن الأرض في مصر لا دولار بقى ولا بترول ولا منجنيز ولا الكلام الفارغ ده. يا تعالوا كلكم على جنب كده، تعالوا كلكم على جنب. هتبقى الفلوس العملات دي اقتصاد الجنيه المصري سايبه ساري. انا بتكلم في 24 ساعه، بمجرد ما يتم الاعلان عن الكشف والفتح، لسه ما خرجناهوش التقدير يعني ايه التقدير الاولي كده لاي كنز من الكنوز الموعوده. من هم التانيين دول هيتجننوا ليه؟ داوود واشرف ابو عمر وورا منهم بقى منصور بن زايد وورا منهم الديوان الملكي السعودي ورا منهم كل دول طمعانين. يعني طمعانين ليه؟ رصدين 4 مليار لكل كنز من الكنوز ليه؟ 4 مليار دولار ليه؟ عشان هيكسبوا منه يعني ثلاث تعريفه؟ لا طبعا، عشان الرقم اللي طالع خزعبلي، خارج التقدير، خارج التقدير المبدئي. ما ينفعش يتقدر مبدئيا كده، من اللي مش معروف ايه اللي جوه اصلا. كنوز مش مفهوم ايه اللي جواها. مش بقى توابيت، مش الحق يا جدع اكتشفنا مقبره الملك حلنبوحه. لا، اتكلم في خزائن الارض، حاجه ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، حاجه ما اتشافتش الا في الافلام الخياليه، في الافلام اللي عملها هو في هوليود باللي هو عارفه من كهنه مصر القدامى عن ما تحتويه بطن الارض في بعض الاماكن. زي ما كده في 2004 2005 2006 ظهرت لعبه فيديو جيم ثلاثي الابعاد اسمه فيرو. فيرو دي اللي كان هيلعبها هيفهم ان اللي عمل اللعبه دي مش فاهم مصر، ده بيعشق مصر عشق السنين، يعني بيرسم مصر في لوحات زيتيه كل ليله، بيقعد كده يتغنى في مصر كل يوم. لعبه مش ممكن يعني، يعني 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 اولا اللي عاوز اي طفل عاوز يتعلم جغرافيه مصر وموارد مصر الطبيعيه ايه وصوصات مصر ايه والكلام ده كله، لعبوا اللعبه دي. ده اول حاجه كده يعني. ايه كم اللي هو عاملها بطريقه مش ممكن، واحد بيعشق مصر عشق بيحافظها بحبات رملها بكامل قدراتها وامكانياتها، بيعشق مجدها القديم، بيعشق
بيبرزوا بمنتهى الحب يعني ومنتهى الطمع. هو الحب ده ناتج عن طمع. لكن المصريين في الطرارنجة، المصريين واقفين مستنيين قرص طعمية ما يتقلي، مش ممكن النهارده بكام، ب 2 جنيه ولا ب 3؟ طبعا انا فاهم، هيقول لك يا عم ما احنا حياتنا ومش ماشي حياتك كل حاجه، بس بلدك بقى انت عايش في دي، عايشه فين؟ في بلدك، بلدك يا ابو الحاج بتتسرق منك بقى لها الاف السنين، فاصحى عشان اللي فاضل لك مش كتير، اصحى عشان اللي فاضل مش كتير. السكة واحدة فن، اسم الصحفي مصطفى خليل، أكيد مش مصطفى مختار صدفة، الله تعالى أعلم، ما أعرفش يا كابتن والله أنا ما... لا ما تك... جايب لك قبل التحرير ده أمور حدثت إيه؟ بغتة، بغتة. وعليكم السلام ورحمة الله، شكرا جزيلا يا فندم، ربنا يسعدك استاذ ادم، ربنا يبارك في حضرتك. نعم وظن اهلها انهم قادرون عليك، ربنا يسعدك. هو تقريبا احنا ناقشنا في الامر البهائم بذوق. لا بس هو زين البشري ما مش هو اللي موت زين الروبوت. انا قلت بقى في مروغات دراميه يعني. يمثل الاحتلال الروماني للقدس. كويس السؤال ده. احمد وفيق يمثل الاحتلال، بص يا استاذنا. لما نتامل في التاريخ من عاد السيد المسيح هم الرومان وبني إسرائيل أو بني يهوذا، ثم من قام بنشر المسيحية في أوروبا هم الرومان ومعهم بني يهوذا في صورة خدام الكنائس. أقف بقى عند دي مهمة خالص عشان ورا منها لغز كبير بالنسبة لأحمد وفيه. ده هو اختار أحمد وفيه خده معاه فين؟ في الطبق الطاير بتاعه، عشان هو ده اللي هي يعني رمزيه للاحتلال الروماني او للايه؟ للقوه العسكريه. لان الاحتلال الروماني كان قوه عسكريه في الاول وفي الاخر. وبسط نفوذه في العالم بالقوه العسكريه عشان بس نجيب من الاخر. فاحمد وفيق رمزيه لهذا لهذه الاشاره يعني. عايز تاخدها بقى في الرمزيه العسكريه خدها، عايز تاخدها في الاحتلال الروماني بشكل صريح ومباشر خدها يعني زي ما حضرتك عاوز. اسابيع ام شهور على ايه؟ الملحمه الكبرى دي الهرمجدون، الحرب العالميه الثالثه. ايوه بالظبط كده. ما هو بصوا بقى، انا عايز حضراتكم ايه؟ وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا عايز حضراتكم تاخدوا بالكم من الراجل اللي نجح في الارجنتين. مبدئيا كده انا هقول لكم يعني ايه العنوان بتاع هذا الرجل، وحضراتكم لما تشوفوا التقارير الاعلاميه اللي بتتكلم عنه هتفهموا انا عايز اقول ايه. هذا الرجل مندوب صريح وواضح للدجال على كرسي الحكم في الارجنتين. بلا اي يعني مواربه. وهو رجل مصنوع من الصفر. لما ناخد كده الهنتات السريعه بتاعته، واحد اتربى تربيه قاسيه من ابوه وامه، وعنده مشاكل حاده ما بينه وبين ابوه وامه من طفولته. 2 مارس كره القدم كحارس مرمى في احد الانديه المتوسطه في الارجنتين، ونال بعض من الشهره على الرغم ان هو يعني ما استمرش كتير في الملاعب، لكن نال جانب من الشهره. 3 درس الاقتصاد والعلوم السياسيه في جامعتين كبيرتين في الارجنتين.
ثلاثة أو أربعة مارس العمل البيزنس يعني بعد التخرج، ودخل في مجال السياسة بعد كده، والتحق بقى بعد كده بأحد الأحزاب، وبعدين بقى عضو برلمان في 2021. آراؤه السياسية من يوم ما ظهر في المجتمع السياسي يدعو للانفتاح الاقتصادي الكامل، يدعو إلى استبدال العملة المحلية بالدولار، يدعو إلى الحرية في بيع الأعضاء البشرية، يعلنها صراحة ووضوحا أنه داع لدولة الكيان، وأنه بالرغم أنه مسيحي كاثوليكي إلا أن مرجعيته الدينية مرجعية يهودية، وأعلن بأنه فور فوزه سيقوم بنقل سفارة بلاده إلى القدس، وقام بعدة وأعلن أن أول زيارة له خارجية بعد نجاحه هتكون لدولة الكيان. فلما سألوه في الميديا مش هتزور أمريكا، مش هتزور البنك الدولي، مش هتزور كده، فرد عليهم قال له دي هتبقى زيارات اقتصادية، لكن من الناحية السياسية أول زيارة ليا هتكون لدولة الكيان. وهو كان له زيارات قبل كده لدولة الكيان، والجميل بقى وده ظاهر في التقرير بتاع قناة الجزيرة، ويا ريت بس يكون الأخ إسلام بحيري بيشوف الجزيرة كويس ولا حد يوصل له الكلمتين دول، يقول له الحق يا أبو إسلام إن رئيس الأرجنتين وهو في إحدى زياراته لدولة الكيان وفي إحدى اجتماعاته بالحاخامات الحريديم كانت صورة الحاخام الحريدي اللي كان بيكلف نتنياهو متعلقة على الحيط. صدفة بقى، صدفة إن رئيس الأرجنتين ده بكل اللي أنا قلته عنه ده وهو بيزور إسرائيل فيقابل بعض من الحاخامات اللي طلعوا صدفة من نفس المدرسة الحريدية اللي كلفت نتنياهو بالإسراع في استقبال المسيح وبناء الهيكل. ماشي يا إسلام؟ يبقى شوف بس التقرير بتاع الجزيرة كويس، اللقطة مش واخدة أكتر من ثانية. مش واخدة أكتر من ثانية، بس شوفها يعني يمكن تنفعك. ممكن يكون توفيق وكشف دور في اخر الزمان، وقت ليه لا؟ الله تعالى اعلى واعلم. بص يا استاذه، ما حدش معاه مفاتيح يعني المستقبل في معرفه كل شيء، الله اعلم بحال كل واحد ايه. بس في النهايه عشان بس نبقى واضحين في الكلام، الادوار هتكون لمن كان اولى عن طريق ولاؤه واخلاصه وثباته وكده، يعني عشان بس تبقى الامور واضحه للجميع يعني. نص ساعه تلتم غير ايه والله ما اعرفش. هتاكلوا انرجي كو يعني؟ انا مش فاهم، زي هتاكلوا انرجي كو؟ ما ينفعش. قضية جلسات المحبة مالها مالها اللي دخلت الصحفي انه يكشف كل ده؟ الله اعلم برضه مصدوم بيها ايه، الله اعلم ولا ايه تصرف. تمام مظبوط، هو من اجل الوصول لاهدافه يضحي باي شيء وكل شيء، ما عندوش عزيز وغالي ده حقيقي. خد بالك حضرتك من حاجة، ان هو عمل ده بعد ما اقنعهم ان هم كده رايحين للخلود، يعني هم كده رايحين الجنه بقى. وعليكم السلام ورحمه الله. كان بعد 2011 تقصدي استضافه توفيق عكاشه لاسماء محفوظ ماشي، وبالذات سبايدر. اوكي برضو، ما هو برضو بص يا استاذ امل، في النهايه هل هو عمل ده بتوجه شخصي ولا اتطلب منه ده؟ لان انا شفت له لقاءاته مع سبايدر ومع اسماء محفوظ وهو بيناقشهم، لا هو ما كانش بيلمعهم، ده كان يعني بيكسر في كلامهم باسلوب، فايه كان المقصود؟
هنشوف يعني. حتى انا شفت له مره حلقه مع سبايدر كان بيحتد عليه جامد، بيحتد عليه بشده، مش عاجبه الكلام اللي هو بيقوله خالص يعني. فواضح ان سبايدر كان مفروض عليه، مش بيجيب من الاخر يعني، يعني اتحط له عنوه يعني، ودي امر بيحصل. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. والله يا استاذ اسلام يقول ما اللي هو عاوز يقوله، هو ما عندوش حاجه يقولها تاكيدا على اللي بيقوله ده. ولما احنا نقول له طب ما انت قلت الله يرحمه ويديله الصحه ويطول في عمره، لك انا كنت بهزر. سوري، ده كلام ما فيهوش هزار يعني، ده كلام ما فيهوش هزار. وفي هزار في حاجه زي كده؟ او اصل انا كنت براوغ، اصل انا يعني، ما ده كلام ما يتقالش كده، ما يتقالش عبثا ولا اعتباطا. زي ما في واحده برضو بعد ما طلعت، ولا ده ما فيش عظماء وما فيش بتاع، هزر بتهزري؟ لا، هو مش كل واحد يشز عن القاعده وما يسمعش الكلام ويفتكر نفسه ابو العريف وانه قادر يجيب التيتا لوحده، يعمل بعد كده ان ما فيش عشان خاطر يبان ان هو الواد الفريق من نوعه. هو في الاخر كل شيء هينكشف وهيبان، كل شيء هينكشف وهيبان. هو حر يعني كما يشاء. انا زي ما قلت قبل كده، انا قعدت معاه 3 جلسات متتاليه، مره انا واحد الاصدقاء، ومره انا لوحدي، ومره انا ومحمد عيسى داوود. المره الاولانيه ما كانش الكلام كتير، في امر اللي هو عمر سليمان، امر جنرال. المره الثانيه لما قعدت انا لوحدي دي 9 ساعات، 9 ساعات يعني، تخيل بقى حضرتك النقاش كان عامل ازاي 9 ساعات. المره الثالثه انا ومعايا محمد عيسى داوود 7 ساعات. فبراحته بقى، هو حر. تمام، صح، مظبوط. نعم، تمام، ربنا يبارك فيكم. صح. وارد جدا يكون مضغوط عليه. لا، بص يا استاذ محمد، هقول لك على حاجه. توفيق عكاشة تحديدا في الحته دي ده طبيعي بالنسبه له يعني، طبيعي ان توفيق عكاشة كرجل اعلامي وكرجل سياسي بيمارس العمل السياسي، وكان رجل برلماني، وكرجل باحث، وكرجل كان في قضيه دوليه ما بينه وبين الكيان تتعلق بامر اتهامه بمعاداه الساميه، فلا بد ان هو يبقى طبيعه علاقته كده. لان هم ممكن زي ما كان في قضيه المعاداه الساميه قبل كده يفندوا له قضيه جديده يعني، هم سيع يعني يعرفوا يفندوها. وما ننساش حاجه مهمه جدا، ان توفيق عكاشة ما كسبش القضيه دي غير بعد ما طلب مناظرتهم داخل ارض الكيان وناظرهم وتفوق عليهم في المناظره ووضع شروطه ونالها، وهي ايه؟ تصوير الانفراد بتصوير باحات المسجد الاقصى من الداخل بشكل دوكيومنتري. ودي كانت اول مره، اول اعلامي عربي واول قناه عربيه تعمل ده، انها تخش جوه ساحه المسجد الاقصى وتصوره جزء جزء وركن ركن ومكان مكان. ده نتيجه ايه؟ نتيجه انه كسبهم في المناظره اللي هو طلبها معاهم بعد ما هم رفعوا عليه قضيه معاداه الساميه والى اخره. شوف احنا بنديله حقه، بنديله حقه. زي برضو البهايم اللي طلعوا خونوه في امر استقباله للسفير الاسرائيلي، هي إيه كانت الحجه لاجل ايه؟ ان احنا ننطره بره البرلمان. ليه ننطره بره البرلمان؟ اصل توفيق عكاشة كان هيتكلم في الصح. توفيق عكاشة فاهم، فاهم يعني ايه برلمان، فاهم يعني ايه برلماني، فاهم يعني ايه اليات دستوريه وقانونيه، فاهم في دي، هو فاهم.
فكان هيبقى وجوده في البرلمان مزعج مقلق بقى، وهيطلع بقى في القناه بعد كده يتكلم وبتاع، يبقى شغلانه سودا، يبقى يقرفنا، هيبقى يقرفنا الصبح يقرفنا بالليل، فكان لازم نطلعه بره البرلمان. فاستغلوا هم قصه السفير الاسرائيلي وطلعوه بره البرلمان، مع ان كمال احمد النائب الناصري العظيم الشجاع بطل بورسعيد اللي قام وضرب توفيق وكشف الجزمه، متصور مع رجال اعمال صهاينه جوه بورسعيد. بس هنا بقى الصهاينه حلوين عند كمال احمد. ليه الصهاينه حلوين؟ عشان ده بيزنس، ده التجاره، دي تجاره شطاره، التجاره شطاره. بس احنا نقوم نضرب توفيق وكشف الجزمه ليه؟ انه يستقبل السفير الاسرائيلي. ولما السفير الاسرائيلي ينشر فيديوهات وصور في حفل خاص لبنت عبد الناصر وهي حاضره هي وجوزها وبيرقصوا بتاع، ولا اخوها وكده، يعني ما حدش كان، ويقطعوا يكذبوها، يطلعوا يكذبوا الصور ويقولوا لا ده ده فيك، دي في صوت الشوب، دي كذا دي كذا، ده فلان ده مش هو، ده فلان ده كذا، ده مش السفير الاسرائيلي، ده عمده كفر بطاطا وكده. فاحنا ماشيين بمقاييس ومعايير حسب تبع اللي تبعه عايز ايه. فاحنا ما نقدرش نقول ان هو عشان على علاقه بايد الكوهين او بيكلمه او ده او اعلان ان ده حاجه تعيب. لكن لما نقول بقى ايه، تعالى لمحمد عيسى داوود معايا في خارج الحدود وهو ايه بمحلس لايد الكوهين وعايز يدعو للاسلام، ده بقى اللي اسمه استهبال رسمي، ده اللي اسمه استهبال رسمي واستعباط برخصه، واداله التبرير كمان. يعني بص بقى، محمد عيسى داوود ادى لايد الكوهين التبرير على اعماله بان ايه، اصل ايد الكوهين ابوه اتقتل غدر في غزو لبنان، فبقى عنده حقد تجاه العرب والمسلمين بشكل عام لانه ابوه ما كانش له في الطور ولا في الطحين واتقتل ظلم. بس محمد عيسى داوود ادى ايده كان المبرر انه يطلع بقى يشتمنا ويعيب فينا ويتريق علينا ويفسر لنا القران ويفسر السنه ويدينا توجيهات وكده. ليه؟ اصل انا ابوه اتقتل ظلم في اجتياح لبنان، قال يعني اجتياح لبنان ده اللبنانيين هم اللي اجتاحوا قتل ابيه مش العكس. لكن اي بزرانين بقى. والله بص حضرتك، الاخطار اللي بتدور حول سد النهضه هي اخطار الكوارث الكونيه، زلزال يعني ما شابه، هم بيتكلموا في ده. ويعني في احد الاصدقاء المقربين متابع امر الزلازل ده عن طريق الابلكيشن اللي بيحصل الزلازل يوميا على مستوى العالم، فالنشاط الزلزالي عند سد النهضه عالي، عشان مش هننكر على بعض يعني نشاط عالي بشكل مستمر ودائم. يعني ايه نشاط عالي؟ يعني هزات ارضيه متعاقبه ومتلاحقه ما بين 2 ريختر وكسور اقصاها 3 ريختر ونص، 4 ريختر الا شرطتين الا 3 كده، مش زلازل بمعنى زلازل لكن هزات. فالله اعلم هل ما ممكن فجاه نلاقي في هزه كبيره اثرت على سد النهضه بالصوره اللي تهدمه؟ ما اقدرش اقول لك اه، ما اقدرش اقول لك لا، ما عندناش نص بيقول كده. يعني ما فيش نص نقدر نقول ان هو النص ده بيقول والله اه ده سد النهر ده هينهار. عندنا نص عن جفاف النيل او قله ميته او شحه، وده حاصل، ده حاصل. فما فيش كلام عن فيضان او عن غرق من النيل، ما فيش كلام عن كده، الكلام عن فيضان او تسونامي او اجتياح بحري في الاسكندريه، ده بعد الملحمه كمان، ده بعدين مش دلوقتي، لسه له زمن يعني. وان المياه تدخل لغايه منخفض القطاره او لغايه وادي الحيتان او ما شابه في منطقه الصحراء الغربيه، دي مرحله لسه مش دلوقتي، فما نقدرش نقول نربط الامور ببعضها كده. فبالتالي ما نقدرش نقول لسد النهضه في مخاطر تهدده غير الحته دي. حد يقول لي طب ما هو ممكن الدجال يعملها،
يعني دلوقتي ايه المكاسب اللي هيستفيد منها؟ هو لازم ناخد بالنا ان هو اقصى امانيه ايه؟ ان الميه توصل اسرائيل. الميه او بمعنى ادق توصل القدس. ميه النيل توصل القدس زي ما كان زمان. في فرع من النيل بيوصل القدس. هم عاوزين يرجعوا نفس الامر. فده الاقصى الامانه. فهل يعني انهيار السد وحصول فيضان او حصول ما شابه هيحقق الغرض ده؟ بالتاكيد لا، مش هيحقق الغرض ده. بالاضافه الى ان مصر في الامر ده مستعده في مواجهته بما يسمى مشروع مفيد توشكا. اللي فهمناه ان مفيد توشكا في مسارات للمياه وفي اوديه فرعيه للمياه هتستوعب المياه الزائده عن الحد في حال حدوث هذا الامر وهذا الفيضان الناتج عن انهيار السد النهضي. لكن ما سيحدث في السودان هيبقى كارثي. يعني جنوب السودان دي ممكن كلها تختفي. يعني منطقه جنوب السودان دي ممكن كلها تختفي. ما ننساش ان السودان غنيه بفروع النيل. جايه خارج نطاق النيل الازرق، النيل الابيض وغير النيل الابيض. ففي السودان غنية بفروع النيل، فممكن إذا حصل ده السودان هتتأذى جامد يعني. فنسأل الله اللطف. حضرته موجود طبعا. حضرته موجود ومعانا وبيسمعنا وبيشوفنا وبيتابع كل حاجة وبيشوف كل حاجة وأنا قلت قبل كده هو يتابع كلام حضراتكم ويشعر بأنينكم ويشعر بأوجاعكم وبألمكم. هو موجود كنا على يقين بكده يعني. اما بقى موعد الفرج المنتظر ده في علم الغيب بقى، انور عليه. انا ما اقدرش احدده ولا اقدر اشاور عليه لان انا ما اعرفوش، لكن نسال الله ان يكون قريبا. يعني كل المعطيات والمؤشرات اللي نقدر نشاور عليها بتقول ان احنا يعني مقبلين على شيء تاريخي، زي ما كان طوفان الاقصى كده شيء تاريخي غير منتظر وغير متوقع، فالحمد لله تم وحصل وفاجئ الجميع. فانا اعتقد ان احنا ننتظر شيء غير متوقع هيفاجئ الجميع باذن الله. بس اللي احب اقوله ان الدجال الان في حاله غضب شديد من الرجال. يعني الدجال الآن في حالة غضب شديد من رجاله لأنهم فاشلين في تحقيق الأهداف المرجوة منهم وفي تنفيذ المخطط الذي أعد من سنوات ومن سنوات. ده أنا جبت الحكام الرسمي الخاص بالسعودية من أكاونت توفيق عكاشة على تويتر. ماشي، مفيش مشكلة يعني. احنا قلنا بقى هو له دور في الحته دي، طبيعي ان هو يبقى متواصل او متابع من الدائره دي. لكن يعني ايه الحكام الخاص بالرسمي بالسعوديه؟ معلش دي وضحها لي بقى. دي عندي اهم، انت جبته منين؟ يعني دي عندي اهم بمراحل من انت جبت الاكونت بتاعه منين؟ يعني ايه الحكام الرسمي الخاص بالسعوديه؟ ارجوك وضحها لي عشان بجد مش قادر افهمها. هو خلاص بقى في حكام رسمي للسعوديه؟ يعني بقى في بقى يعني في حكمية في السعودية؟ ما هو في الكيان يعني ما يوازي دار الإفتاء عندهم أو ما يوازي الأزهر والكنيسة المصرية في يسمى حكمية. هل أصبح في السعودية حكمية؟ نفهم بس. بإذن الله تعالى، اللهم استعان، اللهم عجل. بص يا فندم، ثقي تمام الثقة، مفيش حد تبعهم هيهدم فيهم. لازم يفخم لك فيهم ولازم يجيبهم لك محدش يقدر عليهم. لكن هل هو ظهرهم لك كده؟ هل هو بين لك ان مخططات التانية هتنجح؟ لا، ده هو قفلك على ايه؟ قفلك على ان زين البشري صاحب العلم اللي تم يعني ايه اختفائه لمده 25 سنه خرج عشان يقابل جيل الشباب
اللي كانوا اطفال على ايده وبيتعلموا منه، عشان يبدا معاهم بقى ايه نهضه جديده للبشريه. بس في نقطه ملحوظه هرد بيها على بتوعنا فناء التكنولوجيا دلوقتي، عشان اقول لك بص، ما المسلسل انتهى فناء التكنولوجيا وبتاع، انت بتقول جاي لك وانا هاجي لك في الكلام. يعني يعمل نهضه جديده للبشريه يواجه بيها الدجال عند عودته. نيجي بقى للحته بتاع فناء التكنولوجيا في المسلسل. فناء التكنولوجيا في المسلسل والدجال على الارض، ولا خرج بالطبق الطاير وترك وهدم حتى مملكته؟ طبعا دي نقطه تصوريه مش حقيقيه، لان هو مستحيل لو حتى هدم مملكته ودمر طاقتها واحتفظ بكل مصادر الطاقه المجمعه على الهاردات الكبيره او الايسيهات او يعني مخازن الطاقه اللي معاه، وحطها في الطبق الطاير بتاعه ومعاه واحد او اتنين او 10 او 50 من المساعدين بتوعه، وطلع بالطبق الطاير بتاعه ده لف في السماوات 20 30 سنه لحد ما الازمه تعدي وتمر ويرجع، هيعمل ايه بقى؟ خير يعني. المشهد اللقطه في حاجه واحده بس، ان هو هينزل على الارض وهي خربانه وهينزل عليها بالطبق الطاير ده، طب هيعمل ايه بقى؟ الناس هتجري عليه وبعدين فين مملكته وفين ملكه؟ فين جيوشه؟ فين هيقعد بقى ينشئ من اول الصفر؟ يعني تصور مش منطقي، تصور مش منطقي. الفيلم المسلسل عامل لك كده عشان ياخدك لحته ايه، الراجل اللي دخل التابوت وهيرجع منه تاني بعد ما يظن ان هو مات. اسقاط ملوش دعوه بالامام، له دعوه بالمغيث مش بالمخلص. انا قلنا الاسقاطات متشابكه، مش كل الاسقاطات بتتكلم في اتجاه واحد، في اسقاطات عامه بتتكلم في معاني تانية. فحته ان هو في الاخر باين لك ان هو دمر التكنولوجيا واختفى وبتاع، دي حته عشان يجيب لك ان في الاخر ان اللي دخل التابوت ده هيرجع تاني. نعم، هم يعبدون الدجال. لا اله الا الله محمد رسول الله. وليه ده محمد عيسى ابراهيم اللي ايه؟ اتبعت له الصوره من مقرات الامريكان، اللي هو الوحيد من رجال الجنرال الظاهر على الساحه. ليه 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 ليه؟ ما عنديش رد، ما عنديش رد على كده. احنا نروح بقى، يعني ايه التعليقات دي رايحه اتجاه ما اعرفش، ممكن انا منين؟ مين فتح مرموز ده؟ هو يوسف الشريف كان اختار من قبل الجنرال اللي عمل المسلسلات؟ الله العليم برضه ما اقدرش اقول ما اقدرش اقول لا. يعني هل مثلا برضه الوضع انطلق على هاني سلامه؟ ما اعرفش. يعني الحته دي ما اعتقدش ان هي بتبقى كده. او ان هي يعني المعرفه فيها هتبقى بالصوره، هي بتسالني فاقول لك اقول لك لا، ما اقول لحضرتك يعني اسف بس. ما اعرفش يعني، حماده هلال الله اعلم. ربنا يسهلك ازاي، ربنا يبارك فيك يا رب. نعم. لا يعلم، يعلم زي ما ابليس يعلم. هو ابليس ما يعلمش؟ ابليس يعلم. ما هو اللغز ده اي سؤال محير بالنسبه للدجال هتلاقوا الاجابه عنده عند ابليس، بنموذج ابليس. ما هو ليه ربنا عملهم متقابلين نظيرين، واحد انسي وواحد جني؟ عشان يبقوا زي بعض في كل حاجه، ما فهمش اي اختلاف غير ان ده طيني وده ناري بس. والحاجه اللي عند الدجال ايه؟ انه عقيم، ده بيولد ده ما بيولدش، ده ما بيخلفش ده بيخلف، وده اعور في مظهره، وده نقول ايه ملعون في مظهره التاني. زي حسن الصباح واتباعه. نعم. سبايدر هاي طب كويس انا كان ايوه من الاخر. سبايدر متنور. احمد سبايدر زيه زي ريهام سعيد واخرين من المتنورين، عبدة زي اسلام بحيري متنور ما
من عبدة إبليس. المتنور يعبد إبليس، السيانس يعبدون الأرواح، الماسون أتباع الدجال يعبدوه بقى، يقدسوه ويتنيلوا بيه. المهم دول، هذه هي المسميات الثلاثة أو أهم المسميات الثلاثة. المتنورين عبدة إبليس، السيانس عبدة الأرواح، الماسون الدجال. تعددت الأسماء والمصيبة في النهاية واحد. تمام؟ هما في السعودية بيعظموا ابن سلمان كالإله، بيقول سيدي يا السيد. وسمعت سيدة داخلة في مكالمة بتقول للمذيع توصله قبل أن توصل قبل أن تقول اسم سيادته، تذكرت بتحريمهم سيادة سيدنا محمد وقول الاسم مجرد من السيادة. ما تتعجبيش، احنا قلنا من الاول الناس دي تكره حضره سيدنا رسول الله. يعني الامر ده انا قلته بوضوح في العبس والعبسين، في حلقات برنامج العبس والعبسين، انا قلت هؤلاء القوم حكام العرب، وانا مسؤول عن كلامي، حكام العرب، النخبه العربيه، شيوخ الوهابيه والسلفيه والجهاديه والاونطه دي كلها، كل دول يكرهون حضرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكل واحد في دول يذكر حضرته أو يرفع اسمه أو يتغنى به، ما هو إلا أنه يتخذه وسيلة لا غاية، وسيلة لكسب الشهرة، وسيلة لكسب المال، وسيلة للاختراق، اختراق الدين، وهكذا. قليل الفقهاء، منهم تبدو فتن وفيهم تعود. نص يقول كده، احد النصوص اللي تناولناها، قليل فقهاء فيهم تبدو فتن وفيهم تعود. فهم أس البلاء، وهم أس الخراب، وهم أس السواد، ودول الأصناف دي هي اللي هتطلع تنادي ببيعة الدجال، زي ما هي الأصناف دي اللي هتطلع تنادي بالجهاد ضد الإمام، لغاية لما يتزبطوا وياخدوا على دماغتهم فيمالوا ويمارسوا التقية، سواء كانوا سنة أو كانوا شيعة، لحد ما يخرج بقى سيدهم الكبير يقولوا له هلم إليك ويروحوا رايحين. ربنا يبارك في حضرتك ويعزك يا رب. نعم صيحة سيدنا جبريل عليه السلام لأهل الأرض جميعا، كل يسمعها بلسانه وبلغته، يا عباد الله إن مهديكم فلان ابن فلان خارج من مكة فبايعوا. بالمناسبة في سفر الرؤيا هناك في الإصحاح 13 آية بهذا المعنى. بسم الله. بس أجيبها. طب مش معايا، يعني مش حاضر قدامي دلوقتي، بس على اي حال يعني في سفر الرؤيا في آية بمعنى الصيحة، يعني او آية بتتكلم عن الصيحة. في تشويش شوية، هو عندي انا شغال كويس، فممكن يكون عند حضرتك استاذ ايمن الانترنت ضعيف او الشبكة فيها حاجة.
معلش يعني. بالعكس، هو ما عندوش الرغبه في الهدنه، هو عاوز يستمر في الضغط على اهل غزه واهل الضفه لاجل تحريكهم نحو النقب ونحو سيناء. هو مش عاوز هدنه، هو عاوز ينهي، عايز يخلص. اللي بيحصل دلوقتي ده مضايقه جدا. وانا عايز اقول حاجه بالمناسبه دي، يعني من ضمن التطورات المهمه جدا في الغرب، في يوتيوبرز، في تيك توكرز، في فيسبوكيه في الغرب، بداوا يعملوا حملات توعيه ضد الصهيونيه، بداوا يشرحوا قضيه فلسطين، بداوا يشرحوا اكذوبه اسرائيل الكبرى. فدي ده امر جلل، اللي بيحصل ده شيء كبير جدا العالم ما شافوش قبل كده. وشباب، شباب صغير السن، شباب صغير السن، صدقت النبوات. يا سيدي أحمد سبايدر بيتحرك من قبل الأمن، زيه زي عماد صعد الله كده، زي آخرين، زي كل واحد بيطلع يزمر ويطبل لكل فكرة غلط أو لكل تشويش أو لكل تشويه أو لكل تفاهة أو لكل سفاهة. بس أحمد سبايدر الكلام اللي قاله في فيديوهاته من 7 8 شهور المفروض يتحاكم عليه، المفروض يتحاكم عليه. ده كلام يثير الفتنة ويثير الفوضى، كلام يثير الفتنة ويثير الفوضى، وفيه نوع وجانب من ايه، ازدراء الاديان. لان ازدراء الدين مش بانكاره بس، ده ازدراء الدين بالعبث فيه والعبث في ثوابته وما شابه. ولازم يتم التحقيق مع اللي هو قال ان هم من الساده الصوفيه وفيهم من ذريه ال البيت ومتصورين معاه في احد المقامات الشريفه على اساس ان هم دول من داعميه على ان هو المهدي. فلازم يتجاب الناس دي ويتحقق معاها، هل هم اتصوروا معاه عن هذا الامر فعلا وهو كلامه حقيقي، ولا هي كانت لقاءات صدفه عابره وتصوروا معاه وهو استغل الصور. الكلام ده كله لازم يتقال، يعني لازم يبقى في شفافيه في التعامل. دي امور مش سهله، دي امور من شانها العبث بعقيده الناس ومصداقيتهم وبثقتهم في انفسهم وثقتهم في الله وفي رسوله وفي آل البيت وفي الذرية. وموضوع كبير، والموضوع كبير زي كده. بمناسبة بقى ان الشيء يذكر وقلنا الموضوع كبير، فعشان برضه نأكد ان الموضوع كبير، كل الناس وقفت عند تركي آل الشيخ انه طالع يعمل دعاية لماكدونالدز ويديله قبلة حياة بعد المقاطعة، ويقول في موسم البتنجان بتاعهم ده هيدوا اليوم مش عارف الخميس ولا الجمعه، اللي يشتري وجبه 100 ماك هياخد وجبه هديه. باختصار، سلمان بن عبد العزيز هو صاحب توكيل ماكدونالدز في السعوديه. بلا شريك استراتيجي، بلا الشريك ولا الشريك الاستراتيجي، وعمال تعمل بس وشك كده وانت شبه مؤخره القرد، انت كلك على بعضك يا ترك شبه مؤخره القرد. وطلعت ايه، والشريك الاستراتيجي، وان شاء الله يوم ما يكش بس تقول بس ان شاء الله. انتوا بتدخلوا لفظ الجلاله في كلامكم ليه؟ مالكم بالله؟ مالكمش دعوه بالله، الموضوع ما يخصكمش يعني. فدي حاجه تقول كده ايه، الموضوع كبير، موضوع كبير قوي فوق مستوى العقول العاديه. طبعا هيجي واحد يقول لي دلوقتي ايه يا عم، طب ما هو انت بقى بتحمل الناس فوق طاقتها وبتقول لهم انتبهوا وبتقول لهم فوقوا وبتقول لهم اصحوا وركزوا. يا سيدي، ألف به استيقاظ ضمير، قلب، روح، اهتمام، غيرة، حمية. بس بعد كده بقى ايه، معرفة الحقائق والأسرار والخفايا هتجيلك لوحدها، مش هتحتاج تدور عليها. نعم، تكنولوجيا عالية.
غالبية النجوم اللي انضموا للماسون يا بيقتلوا يا بيموتوا بهذه الطريقة، أو يقال إن هم ماتوا بهذه الطريقة، لأن كل اللي بيخشوا عالم النجومية عن طريقهم مع الوقت بيصدم، لأنه لما بيترقى في الدرجات الماسونية وفي المحافل من جوه بيبتدي يطلب منه طقوس، فكل مدى الطقوس دي بتتطور، زي اللي اتكلم اللي هو الاقتصادي الألماني اللي اسمه برنارد، انسى اسمه على طول، احنا عرضنا يعني كلامه قبل كده. واضح ده كل ما بيترقى كان كل ما بيطلبوا منه شيء اكبر، لغايه لما وصل في الاخر ايه؟ التضحيه بالاطفال. فما قدرش، قال لك لا ما اقدرش، ما عرفتش. انا كنت واخد موضوع الجنس وموضوع الشرب وموضوع الرقص وموضوع الحريه والكلام ده ان هو فور فن، ان احنا يعني بنفن مع بعضينا. لكن لما لقيت الامور بقى داخله في قصه بقى، لا ده مش فن، ده ما فيهوش فن، ده فيه مصيبه سودة. الراجل انهار بكى، الراجل انهار وبكى من ان هو قال ما قدرتش، ما قلبي ما توعنيش ان انا اذبح طفل. في ناس منهم بيحاولوا يرجعوا بقى، فهو ده حظه حلو لان ده كرجل اقتصاد علاقاته متشعبه يمين وشمال، فاكيد يعني هناك من تلقفه وهناك من ساعده في ان هو يخرج من المنظومه دي. لكن الفنانين والفنانات ودول لا ما بيعرفوش يخرجوا، فيا بيستسلم زي بريتني سبيرز كده لما نبذوها واتهموها بالجنان واتهموها بالشذوذ واتهموها بكل اتهامات الدنيا، ونجمها انطفى انطفاء غير عادي، واتاخدت يعني 100 قلم على وشها لغايه لما جت على ركبها ورجعت عملت اللي هم عاوزينه. والشو يعني كان فيه إيحاءات جنسية شاذة عملته، فأنا كنت الأول رافضاه وعملته ليه؟ خلاص كانت بتضيع ومحدش تلقاها، محدش عرف يساعدها غير مايكل جاكسون، لا قال لي يساعده. طب اللي بيعند بقى زي ألفيس بريسلي مثلا كده، لا خلص عليه، زي مثلا اسمه ايه، ويليامز، روبن ويليامز، خلص عليه كده يعني، انتحر بقى، ما انتحرش، مات مسموم، مات مشموم، او اي كلام. الحصون، ايوه صح ماشي، الحصون صح، اشاره جميله برضه طبعا، ده رسمي يا فندم. اي حد هيمشي في طريق الناس دي يتلبس على طول، اصل الناس متصوره ان الباس ان الشيء يسكن شيء يعني، لا مش شرط، ده يلازمه بس يصاحبه يبقى جنبه كده، ده كفايه، دي كفايه بس، مش محتاج ان هو يلبسه يعني يحل عليه، مش محتاج ده يعني، مش بالضروره حلول. فاللبس ده درجات، لكن سبايدر معدي، لا ده بيحل، ده بيحلوا كلهم، مش بيحل واحد، ده بيحلوا كلهم. اتحدى احمد سبايدر والولا احمد شاهين وزوي عياد وليلى عبد اللطيف، وزي النهارده صفحه الجانرز طلعت تتكلم، انا قلت العيال دي بتوع جمال مبارك، انا قلت العيال دي صفحه الجانرز، عيال دي لابسه قميص الجنرال تزوير عليكم، العيال دي تبع جمال مبارك، انا مش هقول كده تاني، ومحدش يسالني في الجانرز تاني، محدش يسالني عن صفحه الجانرز تاني، ومحدش يسالني في حد بيعلق على صفحه الجانرز ان الصفحه الفلانيه بتعلق على كلامهم ولا القناه الفلانيه بتعلق على كلامهم. مش هنزيد في الزيت، احنا مش هنزيد في الزيت. فنرجع تاني بقى، عايز بقى ايه؟ سبايدر بشاهين بجوي عياد بليلى عبد اللطيف بكل الناس دي يخشوا في نقاش معتمد على القران والسنه من اوله لاخره، اتحداهم ان هم يخشوا في نقاش معتمد على القران والسنه. انا في رؤيه، طبعا برضو حضراتكم عارفين ان انا في امر الرؤى مش لا ارتكب اليه، لكن هي الرؤيه وصلتني النهارده، هو من احد الاخوه في ارض فلسطين الحبيبه، هو رجل على ما فهمت ان هو له قناه او له صفحه او له جمهور ومتابعين، ويقال ان هذا الرجل استشهد،
انا ما عنديش اي معلومه يقينيه عن صاحب الرؤيه، لكن انا المفروض طبعا كنت جاهزها، لكن للاسف ما لقيتش جاهزها لحضراتكم على التليفون التاني، يعني كنا جهزناها وسمعتها. فحاول البث القادم ان هي تكون معانا ونسمعها، هي حوالي 7 دقائق او 5 دقائق وكسور كده، والباقي بقى شرح منه هو في حاجات، فهحاول ان احنا نسمعها مع بعض، لان هي مبشره جدا ومثبته جدا ومطمئنه جدا ومواكبه جدا للاحداث، وكانت هي حديثها يعني يتواكب مع اللي احنا اتكلمنا فيه النهارده من انهيار الكيان و يعني هزيمته وانتصار الاسلام والمسلمين وظهور حضره سيدنا الامام عليه السلام باذن الله تعالى. فباذن الله يعني تكون معانا المره الجايه ان شاء الله ونستعرضها مع بعض. طيب ناخد اخر سؤال عشان دلوقتي احنا معانا ساعتين عايزين نطور على الناس. لا ما كانتش مربطه ولا حاجه، الحلقه الاخيره زي ما انا قلت كانت من باب الدراما، التوظيف الدرامي في امر العائد من التابوت بالنسبه لزين الانسان رمزيه، لان هناك من اختفى وسيعود من الخفاء. اما حته بقى تدمير الطاقه وتدمير التكنولوجيا والكلام ده كله، ده اسقاط على رغبه الدجال، لكن في النهايه هل المنطق يتحمل الاحتماليه؟ لا. ثانيا الاحتماليه تتعارض مع النبوات. تتعارض مع النبوات، لكن هي كانت فرضيه موجوده اللي هو خد بالك انتبه، هذا الامر يخطط له، هذا الامر يعد اليه، وهكذا. لا هو بص استاذ جون ويك، هو بدا لك بالبدايه التوراتيه، في البدء كان الكلمه والنور مكان الظلام، ده بدايه سفر التكوين اصلا، يعني دي بدايات سفر التكوين او المستوحاه من بدايه سفر التكوين. فده اسقاط برضو بيخاطب بيه الاخر، بيخاطب بيه الاخر. فطبعا احييك على انتباهك للامر كده، هو ما شاء الله يعني مش محتاجين حد يشرح لكم، انتوا ما شاء الله قافشين الموضوع يعني. لا ما هو ده اكبر دليل على ان هو استاذ يحيى الاسلام، وفي النهايه الدجال اتخلص من كل اللي في الواحد، ده دليل على ان هو كل اتباعه دول بلا استثناء لا يساوي عنده شيء، وهو دلوقتي بيعمل ايه؟ تخلص من اتباعه، ضربهم بالطيران، قصف الاماكن اللي فيها بعض الرهائن او الاسرى. وانا اخر قبل ما نطلع على البث لقيت فيه في الاخبار ان قائد سرايا القدس بيعلن موت واحدة من الرهائن بسبب القصف المستمر على المكان اللي كانت فيه، فيعني هو أتباعه اللي ما يفرقوش معاه حاجة، المهم هو يعبد نفسه. موجود يعني لو حضرتك مش هدى عملتي سيرش على جوجل، مش على يوتيوب، يوتيوب مش هتلاقيه، هتلاقي على جوجل نتائج كتير واقربها على ديلي موشن. ديلي موشن موقع اماراتي مشابه لليوتيوب، بس للاسف طبعا ما بعتبروش منصه بديله لانه نفس القيود. لكن على اي حال مسلسل نهايه موجود كامل على ديلي موشن. والله يا استاذ علي وارد بقى، كل ده وارد، ما تقولش لا فيه يعني. ما هو استاذ هلا، ما هو اي واحد اختار السكه دي اتلبس يعني خلاص، اولا هو بعد تماما عن ممارسات الاسلام وعن الانتماء للاسلام وطقوسه، ويعني أم عن في الانغماس في طقوس الآخر، هتبقى النتيجة إيه؟ هيتلبس. بصوا لتصرفاته، بصوا لانفعالاته، رياكشناته، أسلوبه في الكلام وعصبيته، عدم قدرته على تجميع جملة مستقرة، جملة ثابتة، زي أحمد شاهين، زي جوي عياد، زي كل دول
هتلاحظ فيهم الحته دي، مفيش جمله ثابته مستقره طالعه، مفيش ثبات في الاداء الانفعالي، الاداء الانفعالي مفهوش ثبات، الثبات الانفعالي ضايع، مجرد ما هنيجي جنبه بس كده نجرحه جرح، مش هنجرحه يعني هنعدي بس يتشقلب، هو عاوز يتكلم ومحدش يرد عليه. ليه؟ ان هو مش مستحمل حد ينتقده او يهاجمه او يكسر في كلامه او ليه؟ هو كالزجاج الهش وهو يعلم حقيقة نفسه. فايه اول سيلف ديفنس؟ اتاك. وبيأتاك بايه بقى؟ بعشوائية وعدم ثقة وباهتزاز وبنوع من عدم القدرة على نقول ايه، اختيار الألفاظ اللي تعبر عن اللي هو عاوز يقوله، إفلاس في المادة العلمية، ما عندوش مادة علمية يقولها، وهكذا. يا مساء الفل. على فكرة أنا بحب ألف سبيس. ربنا يسعدكم ويبارك فيكم. والله يعني أنا سمعت الكلمة، هو كان لازم يقول الفضل كده طبعا لازم، بس في تفاصيل كلامه ما عجبنيش يعني. مش ملاحظ ان عدى على الكيان 76 سنة، 6 تمثل اكتوبر المصرية و7 تمثل 7 الفلسطينية. ايوه تمام، ربنا يبارك لحضرتك، ملاحظة جميلة جدا. هو بقى يا استاذ هلا كل واحد و مطلوب منه ايه يعني؟ الله المستعان. طيب عشان احنا طولنا النهارده بقى لنا ساعتين و10 دقائق اهو. ان شاء الله نحاول نلتقي قريبا، ممكن بكره الصبح اذا في فرصه، او بالليل باذن الله تعالى مع بعض، والله المستعان. ارجو ما تنسوناش في الدعاء، ودعواتكم للرجالة في أرض المعركة، ودعواتكم للرجالة في كل مكان، فالمعركة شديدة في كافة الأصعدة العسكرية والاستخباراتية والعلمية والإعلامية وكل حاجة يعني، ظاهرا وباطنا. فأرجو نكثف الدعاء لأهل الحق ولرجال الحق ولجنود الحق، ونكثف الدعاء بأن يعجل الله بالفرج واللطف لمصر. نكثف الدعاء بأن يعجل الله بالفرج واللطف لمصر. ما تنسوناش في التعليقات، خالص تقديري وتحياتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.